يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جوانا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة خلاص آخر يوم في الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. من بكرة إن شاء الله هيبدأ فترة الصمت الانتخابي لمدة يومين، هيبقى يوم الجمعة والسبت، عشان يوم الأحد إن شاء الله هتبدأ عملية التصويت في الداخل في حوالي 11631 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية. طبعاً يا شاذلي، امبارح كان في مؤتمر صحفي في منتهى الأهمية للهيئة الوطنية للانتخابات بيشرح التيسيرات اللي اتعملت في مقرات اللجان للتسهيل على الناخبين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. أهم اللي اتقال في المؤتمر الصحفي إنه في 67 مليون ناخب ليهم حق التصويت، وهيشرف على اللجان 15,000 قاضي، وهيكون كمان في لجان للوافدين في كل المحافظات. كمان الهيئة الوطنية للانتخابات قالت أنه تم الوضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية، ده غير طبعا وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية، وكمان اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة برايل للتسهيل على الناخبين المكفوفين. يعني احنا بنتكلم عن تسهيلات لكل فئات المجتمع عشان تشجع كل الناخبين على ان هم يشاركوا بكثافة في التصويت في هذه الانتخابات يا جماعة. اما بخصوص المتابعة الإعلامية ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني، قالت الهيئة ايضا انه في 115 وسيلة إعلامية محلية ودولية هتغطي الانتخابات، ده غير أنه تم اعتماد 14 منظمة دولية هتشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، ده بجانب أيضا 62 منظمة مجتمع مدني محلية. مرة تانية منفكركم صوتكم مهم جدا، مهم جدا مشاركتكم في هذا الاستحقاق الانتخابي، مهم جدا أن أنتم تنزلوا وتشاركوا وتقولوا رأيكم. أكيد احنا هنكون مع حضراتكم في متابعة لحظة بلحظة، لكن خلينا نصبح على حضراتكم. صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس وكمان المرور في مختلف المحافظات. يا هالة صباح الخير. صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا جوانا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ الأول بالجولة المرورية ونشوف شوارع القاهرة والمحافظات. طبعا هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات على الكوبري بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. في محافظة الجيزة تعالوا نروح شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات بتزيد مع طبعا ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كمان كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. في محافظة الإسكندرية في كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، في كمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصت جولتنا المرورية المفصلة، دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كمان في أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27، وأقل درجة حرارة في السلوم 20 درجة. طبعاً هنتابع الطقس مع حضراتكم بالتفصيل بس بعد شوية. وكعادتنا دايما معاكم في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه زارت امبارح مؤسسه الهلال الاحمر المصري، وكتبت عبر صفحتها الرسميه بموقع فيسبوك وقالت كل الشكر والتقدير الى مؤسسه الهلال الاحمر المصري، حيث تفقدت هذا الصرح العظيم للاطلاع على المجهودات العظيمه التي يقوم بها دعما لاشقائنا في غزه. وتواجدت في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية، وأشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إلى نتائج مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل مهمة جدا وتأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تفقد السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مؤسسة الهلال الأحمر المصري. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وقالت كل الشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت هذا الصرح العظيم للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعماً لأشقائنا في غزة. وأضافت قرينة الرئيس أنها تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار في مستهل الجلسة إلى نتائج مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن أعمال المؤتمر من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً لكي يخرج مؤتمر COP28 بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة اللي بتحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وده في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم في توافر المزيد من فرص العمل. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل للمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي 2023-2024، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسي الأول أو الثاني بتضاف بشكل طبيعي لمجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي، وبيقوم الطالب بتأدية اختبارات شهرية خلال الفصل الدراسي الواحد، وبيتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب وإضافتها للمجموع الكلي للفصل الدراسي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية أدكس 2023،
تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التي تدعم تعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة. امبارح قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية طبقاً للضوابط اللي بتتيح للمواطن مبشرة الحقوق السياسية، وأشار إلى أنه تم الاستعانة ب 15,000 قاضي من أصل 26,000 قاضي على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية وطريقة برايل للإعاقة البصرية، وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقر انتخابي عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11,631 لجنة فرعية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي أسيوط تم افتتاح أول محكمة للطفل في الصعيد في مركز أبو تيج، وفي المنيا تم إعادة بناء وتأهيل 34 منزل للأسر الأكثر احتياجاً. كمان امبارح في الغربية تم الإعلان عن تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية، وشركة المية في الشرقية استلمت 1,000,000 جنيه لتمويل 988 وصلة للأسر الأولى بالرعاية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في أسيوط تم افتتاح محكمة الطفل بمدينة أبو تيج، واللي بتعتبر أول محكمة في محافظات الصعيد تختص بكل ما يتعلق بشؤون الطفل وحمايته، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم مع تيسير تحركهم. في المنيا أعلنت المحافظة عن تنفيذ أعمال المشروع القومي سترة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام والرعاية بالأسر الأكثر احتياجاً، وبيتم إعادة بناء وتأهيل 34 منزل بإحدى قرى مركز دير مواس، وتم اختيار الأسر المستحقة عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد معدلات الدخل الاقتصادي وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. في دمياط افتتحت المحافظة مركز خدمة عملاء كفر سعد على مساحة 200 متر، شهد المركز أعمال إحلال وتجديد ويقدم 49 خدمة لما يقرب من 38 ألف مشترك بنطاق مدينة ومركز كفر سعد، وأيضاً تم تزويده بقسم خاص لكبار السن وذوي الهمم وأماكن لانتظار المواطنين. في الدقهلية نظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وجرى خلال القافلة توقيع الكشف على 1809 مريض. في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 25 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 650 سائح من حول العالم. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وحيث إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة بيبلغ 266,554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والمعز، كما تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة. في الشرقية سلمت المحافظة شيك بمبلغ 1,000,000 جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن الحسينية، صان الحجر ومنشأة أبو عمر، وده بهدف توفير حياة كريمة ليهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة. دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار عفواً والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري الإنجليزي.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم تسليم المدارس المخصصة كمقر للانتخابات الرئاسية لقوات الأمن والهيئة العليا للانتخابات، وده تمهيداً لتجهيز اللجان من قبل الهيئة العليا للانتخابات استعداداً لاستقبال الناخبين للاقتراع. وكانت وزارة التعليم وجهت جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المدارس المختارة كمقر للجان الانتخابية، على أن يتم تجهيزها على أعلى مستوى مع تزويدها بكافة الإمكانيات والأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية للأنفاق، هتمد ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وده أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر. النهاردة اعتقد البورصة المصرية للسلع جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، وبتهدف البورصة لتقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مبارتين مهمين في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، هيلتقي أفرتون مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 9:30، وفي 10:15 هيلتقي توتنهام مع ويست هام. فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، لكن اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم بأي فقرة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية الصبح تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة، معانا دلوقتي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ظاهرة الشبورة المائية لسه مستمر معانا، بس يعني احنا لاحظنا ان النهاردة كانت أقل شوية من امبارح. طمنينا أحوال الجو إيه؟ بالفعل يمكن وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، احنا نوهنا ان كثافة الشبورة المائية هتبدأ تقل بشكل تدريجي، هتبدأ تخف عن الأيام الماضية اللي شفنا فيها شبورة مائية ضبابية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. صحيح. أصبحت اليوم الشبورة المائية شبورة مائية ممكن تكون كثيفة في بعض الأماكن، لكن مش بنفس الكثافة بتاعت أمس وأول أمس. صحيح. بتأدي انخفاضات طفيفة جدا في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة وسط سيناء، بعض الأماكن من السواحل الشمالية. تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس لأنها شبورة مائية زي ما قلنا في الأول مش كثيفة بالشكل الكبير، فالساعة 8-9 صباحا الشبورة المائية تنتهي تماما من على أغلب الطرق، والرؤية الأفقية بتحسن على أغلب الطرق. تدريجيا مع تقدم ساعات النهار هنبدأ نحس إن درجات الحرارة بدأت ترتفع، لكن إحنا اليوم في درجة الحرارة العظمى هنسجل انخفاضات في قيم درجات الحرارة عن أمس بمعدل درجة، لأن اليوم متوقعين عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية، وده يعتبر حول المعدل أو أقل كمان من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، وده هيكون موجود في معظم محافظات الجمهورية. أجواء لطيفة تماما وخريفية فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة تماما على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. اللي هنأكد عليه بشكل كبير هي فترات الليل، لأن احنا خلال فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، لكن هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. صغرى فترة الليل هتوصل ل 14 و13 درجة مئوية، يمكن النهاردة مسجلين فترة الليل 14 درجة مئوية، غدا متوقع أن هي تكون 13 درجة مئوية. كمان المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير، الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بتحس بالبرودة أكثر من 13 درجة مئوية، ده طبعا 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فبالتالي أجواء فترة الليل هي أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، أكتر كمان في محافظات شمال الصعيد في وسط سيناء، لأن دول درجات حرارتهم بتكون أقل من 10 درجات. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، الأمطار اليوم هتكون فرص أمطار خفيفة على بعض الأماكن المطلة على البحر المتوسط، تحديدا في محافظات شمال الوجه البحري، يعني شمال البحيرة وشمال كفر الشيخ وشمال الدقهلية، وهي أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. فبصفة عامة الأجواء اليوم مستقرة بشكل كبير. متوقع غدا
ان يكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فكميات الامطار هتزيد على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وتحديدا في مطروح والاسكندريه، وتكون امطار خفيفه الى متوسطه، وطبعا في استمرار يعني بكره في نوه يا استاذه منار في اسكندريه. هو الوقت ده ميعاد نوت قاسم، لكن هو بكره من الامطار مش بترتقي لفكره ان هي الامطار اللي دايما ممكن تاثر على اعمال الانشطه اليوميه في محافظه الاسكندريه، لان دي امطار خفيفه المتوسطه، ممكن خفيفه في اماكن متوسطه في اماكن، وده بالفعل ميعاد نوت قاسم اللي بتبدا 4 ديسمبر وبتستمر معانا لمده 5 ايام. لكن احنا دايما برضو في الهيئه العامه للانشطه الجويه بنتعامل بفكره المنخفضات والتوزيعات الضغطيه المختلفه، لان مش دايما ميعاد النوات بتتوافق مع التوزيعات الضغطيه والحالات الجويه المؤثره على محافظه الاسكندريه، لان النواه دايما محدده لمحافظه الاسكندريه. لكن امطار غدا هتبقى امطار خفيفه المتوسطه، ودي امطار تعتبر امطار عاديه جدا بالنسبه للامطار اللي بتستقبلها محافظه الاسكندريه في الاعوام المختلفه، فهي امطار خفيفه متوسطه على فترات متقطعه من اليوم. وطبعا في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير، احنا غدا كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، عظمى على القاهره الكبرى هتكون 21 درجه مئويه، فبالتالي الفتره اللي جايه فيها استقرار، فيها امطار خفيفه المتوسطه، فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، فلازم هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا في الفتره اللي جايه لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل متاخر، الملابس الشتويه وكمان الصحاف جاكيت عند الخروج في الفترات اللي قلنا عليها، مهم كمان طبعا تكون القياده بهدوء تام ونتابع النشرات الجويه بسرعه. طيب يعني احنا بس بنأكد انه بكره الامطار خفيفه، لان زمايلي كانوا بيسالوني دلوقتي في بكره ماتش في استاد برج العرب، فالدنيا امان يعني ما فيش امطار يعني ثقيله نوعا ما. هي الامطار ما بين خفيفه الى متوسطه، ممكن تبقى خفيفه خلاص احنا عرفنا المعلومه هم ياخدوا القرار ومتوسطه في اماكن، لكن ان شاء الله ما تاثرش تماما على سير المباراه، لان احنا زي ما بنقول دايما محافظه الاسكندريه بتستقبل امطار في العادي اكتر كمان من الامطار اللي هي متوقعه غدا على محافظه الاسكندريه باذن الله. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية 22-13، الإسكندرية 22-12، والعلمين الجديدة 23-14، مطروح 24-11، ودمياط 21-14، بورسعيد 22-16، والإسماعيلية 23-15. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، في العريش 24-13، كاترين 22-5، وطابة 24-14، حلايب 25-20، وشلاتين 27-21، شرم الشيخ 26-18، والغردقة 26-17، في الفيوم العظمى 23-13، وفي بني سويف 24-12، في الوادي الجديد 26-9، وأسيوط 24-11، سوهاج 25-14، وإنا 26-14، الأقصر 26-13، وأسوان 27-14. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية. شكرا ليك يا هلا. شكرا. دلوقتي احنا معانا قصة بطل من نوع فريد، البطل المصري عمر مشرف من ذوي القدرات الخاصة قدر انه يحصد المركز الاول على مستوى العالم واربع ميداليات ذهبية، وكمان مثل مصر والعرب وافريقيا في اول بطولة للعالم لسباحة الزعانف البارالمبية بإيطاليا. معانا دلوقتي على التليفون البطل المصري عمر مشرف، خلينا نتعرف منه على رحلته الرياضيه بدايه بقى من اتجاهه للسباحه لحد ما قدر يحقق المركز الاول عالميا. صباح الخير عليك يا عمر، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور بحضرتك. اهلا بيك. قول لنا بقى يعني في البدايه طبعا احنا بنبارك لك وشرفتنا ورفعت اسم مصر، ولكن يعني عرفنا كده اجمالي الميداليات اللي قدرت ان انت تحصل عليها من هذه البطوله، من ميداليات بقى متنوعه. انا الحمد لله يعني بفضل الله حصلت على 4 ميداليات ذهبيه في بطوله العالم للسباحه بالزعانف للبارالمبيا بايطاليا. حصلت على الميداليه الاولى 100 متر زعانف مونو و100 متر زعانف مزدوجه و50 متر زعانف مونو و50 متر زعانف مزدوجه. ما شاء الله يا عمورة، على فكره مش اي حد يعمل اللي انت عملته ده انت مركز اول عالمية. ربنا يخلي حضرتك. مبروك ليك مرة تانية. لكن انت بداية حبك للسباحة جات ازاي؟ انا بديت العب سباحة من وانا عندي 4 سنين، بس كنت اخدها هواية يعني ما كانتش تمرين جامد. بس انا مش بدري شوية 4 سنين؟
ايه؟ مش بدري 4 سنين ده مش بدري؟ لا ده هو السباحه بالذات لازم انت تلعبها وانت صغير يعني. فانا بديت بقى اللي هو الحب الجامد والتمرين الجامد للسباحه من بعد ما رحت مع كابتن محمد زهران. فاتمرنت قال لي انا هخليك بطل. فاتمرنت جامد واصلا رحت مع اخويا علي بطوله ليه، هو اخويا برضو سباح. فروحت معاه بطوله ليه وشفت الاجواء فحبيتها فقلت لا انا لازم اخش بطوله واجتهد يعني على نفسي واخش بطوله. طيب قول لنا بقى يا عمر يعني يومك بيمشي ازاي خاصه الايام اللي بتبقى يعني قبل تحضيرات البطوله او قبل دخولك لبطوله كبيره، بتحضر للبطوله دي ازاي؟ يومك بيمشي ازاي؟ طيب يومي بيمشي لو في بطوله طبعا بيبقى التمرين يومي 4 ساعات من 4 ساعات لخمس ساعات جيم وفتنس وسباحه. طبعا نظام غذائي معين، ما ينفعش اروح في اي حته كده يعني، حتى لو انا بلعب رياضه جنبها مثلا انا بلعب كوره بس مش اخدها يعني اخدها كهوايه بقى، ما بخشش ماتشات جامده وبتاع. فانا لو بلعب كوره مثلا ممنوع اخش العب كوره اللي قبل البطوله دي يعني. بتبقى مركز بس في تمرين السباحه. اه طبعا. اخبار التدريب ايه في الجو البرد ده؟ انا الحمد لله بس هو احنا عندنا في نادي اولمبيا يعني الحمد لله الحمامات متسخنه في الشتاء وفي الصيف بيبقى عادي يعني. طب قولي بقى يا عمر اهم البطولات اللي شاركت فيها والمسابقات ان كانت بقى محليه عالميه واقربهم لقلبك ايه؟ هي احسن بطوله صراحه شاركت فيها هي البطوله الاخيره بطوله العالم اللي كانت في ايطاليا دي. اكتر واحده انت كنت مبسوط بيها واقرب واحده لقلبك؟ اه. طيب بعد ما حصلت على هذه الميداليات في البيت بقى رد فعلهم كان ايه؟ هو مش في البيت بس، هو انا كان عندي في قريه اولاد حمام، انا كانت الدنيا مقلوبه وانا في ايطاليا اصلا، البلد كلها احتفلت بيك. اه انا اصلا كان ليا حفله هنا امبارح في قريه اولاد حمام كانوا محتفلين بيا يعني. طب قولي يا عمر مين اكتر بقى الداعمين ليك من اول ما ابتديت السباحه يعني؟ انت قلت لي انت كنت بتروح مع اخوك. لا هو انا رحت مع اخويا البطوله لكن اللي كان بيجي معايا التمرين وشتا وبالليل ومثلا مفيش اماكن يقفوا عليها او يقعدوا عليها والدنيا بتشتي والحاجات مبلوله كانت مامتي طبعا ربنا يخليها لك، ويعني هي اللي ساعدتني وهي اللي عملت لي كل حاجه طبعا من بعد ربنا يعني. هتلاقيها دلوقتي اكتر حد فخور بيك وباللي عملته. طبعا. وعلى فكره يعني تستحق هي كمان ان احنا نشيد بمجهودها لان هي اللي ساهمت في صناعه هذا البطل. اكيد اكيد. طب عمر بقى بما ان انت معانا دلوقتي وبتقول ان والدتك هي اكتر حد تعب معاك واكتر حد شجعك وانت دلوقتي معانا على صباح الخير يا مصر، تقول لها ايه؟ طبعا احب اشكر والدتي على تعبها معايا وربنا يخليها ليا يعني، عشان انا من غيرها ما كنتش عملت كل ده. وطبعا اشكر بابايا برضه، هو طبعا برضه لازم تعبني. اكيد اكيد شارك هو كمان يعني. صح؟ صح اكيد شارك طبعا. طيب اكيد. انت طموحك ايه الفتره الجايه؟ نفسك تحقق ايه؟ انا طموحي الفتره الجايه ان شاء الله اولمبياد 28 ميداليه ان شاء الله هناك. انت بتدرس ايه يا عمر دلوقتي في سنه كام؟ ولا قول لي كده بتعمل ايه؟ انا دلوقتي في ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي؟ طب والمذاكره اخبارها ايه؟ الحمد لله يعني هو من بعد البطوله دي كانت المذاكره راحت شويه بس الحمد لله قدرت ارجعها يعني من بعد ما جيت. طب بس يعني هنركز بقى الفتره الجايه اكيد. اكيد طبعا. طب عايز تعمل ايه يعني لو هنتكلم من الناحيه الدراسيه عايز تكمل في ايه لما تكبر؟ طبعا عايز يعني اخش ثانويه عامه واجيب المجموع الحلو واخش كليه هندسه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقك يا عمر ويكرمك. يا رب ان شاء الله. طيب انت اتكلمت بقى عن فرحه البلد كلها بيك لكن ما قلتلناش الاهل بقى في البيت فرحتهم كانت عامله ازاي؟ لا كانت فرحه يعني مش هقدر اوصفها لك يعني، كانوا فرحانين جامد وكانوا يعني انا طلعت من السباق اللي حضراتكم شفتوه يعني طلعت من السباق الناس كلها بتكلمني، مامتي واخويا وبابايا ويعني وجدتي كلهم يعني كانوا مبسوطين قوي بيا يعني. واحنا كمان مبسوطين بيك جدا وفخورين بيك ومستنيين منك المزيد كمان وكل التوفيق ليك في اللي جاي ان شاء الله. البطل المصري عمر مشرف شكرا جزيلا ليك والف الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك.
لسه مكملين مع حضراتكم، وخلينا نروح للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، واللي شهدت زيادة في حجم التبادل التجاري ل 18 مليار دولار خلال عام 2022. كمان زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للصين شهدت توقيع 4 اتفاقيات جديدة لإنشاء استثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين زيادة حجم التبادل التجاري إلى 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضاً زيادة حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية. وتتصدر مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري التي يتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10,000 فرصة عمل مولدة حتى نهاية يونيو 2023. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع مصر 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني تيدا مصر داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تم توقيع خطاب نوايا فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كيلومتر مربع لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا مصر والتي تبلغ 7.3 كيلومتر مربع، وتخطت إجمالي الاستثمارات بها حاجز 2 مليار دولار. كما تم توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار، فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعي لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا مصر. ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات. كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل. وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البري والبحري الذي تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بيواصل استهداف المدنيين وقصف المنازل وارتكاب مجازر جديدة في حق الشعب الفلسطيني. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عما يحدث داخل قطاع غزة وتطورات الحرب الإسرائيلية على القطاع. معنا على التليفون دكتورة هبة جمال الدين أستاذة العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. ويعني بعد التحية، الحرب على غزة مستمرة وبتتصاعد يوم بعد يوم من قبل قوات الاحتلال. عايزين نعرف من حضرتك ماذا يحدث داخل غزة الآن، ما المشهد داخل غزة الآن؟ صباح الخير على حضراتكم. المشهد للأسف معقد جدا. يعني إسرائيل دلوقتي خلاص بتتكلم عن تواجد عسكري داخل غزة بشكل دائم، والتواجد ده يعني في بعض المعلومات التي تشير إلى احتمال وجود قاعدة عسكرية للناتو في شمال غزة. طبعا في محاولات كبيرة للتهجير القسري لأهلنا في غزة، تهجير أهل الشمال للجنوب، ودلوقتي في منهم فعلا قاعدين في مخفيه خيام على حدودنا على معبر رفح. ما يتم الآن هو إبادة فعلا لأهلنا في غزة. دلوقتي بيستخدموا كمان تقنيات الذكاء الاصطناعي علشان يقللوا عدد الخسائر في الجيش الإسرائيلي، يزودوا عدد الضربات. يبقى الحديث عن إمكانية إبادة كاملة، إزالة أحياء كاملة في فترات يعني قصيرة جدا، لأن إسرائيل دلوقتي بتواجه مشكلة كبيرة، وده اللي قالوا معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل وأتلانتيك كاونسل. إيه المشكلة يا فندم؟
قالوا ثلاث امور اساسيه. اولا ان عدد اللاجئين ما كانوش موجودين او النازحين ما كانوش موجودين لما كانوا بيضربوا الشمال، دلوقتي عندنا مليون لاجئ، فدي مشكله تامينهم مشكله كبيره جدا. النقطه الثانيه والامريكان قالوا احنا لما كنا يعني بنحارب داعش في العراق كان عندنا ممرات انسانيه، الممرات الانسانيه دي اسرائيل لا توفرها. النقطه الثالثه كمان فكره الاسرى، ومشكله الاسرى مشكله كبيره جدا وبتؤكد على هزيمة استخباراتية لإسرائيل بشكل كبير، وإسرائيل دلوقتي بتستخدم بتغرق الأنفاق في غزة، وطبعا دي يعني في احتمالية كبيرة إن الأسرى الإسرائيليين يعني لو هم موجودين في الأنفاق يتم إغراقهم قبل الجيش الإسرائيلي، وهنا بقى ساعتها الحكومة الإسرائيلية هتواجه مشكلة كبيرة جدا مع أهالي الأسرى. النقطة اللي بعد كده كمان الحديث عن الوضع الاقتصادي والضغوط الاقتصادية اللي موجودة على إسرائيل. احنا بنتكلم دلوقتي ان الحرب غزة بدأت تعمل نفاذ في المخزون السلعي داخل إسرائيل، بدأت تحقق لهم عبء اقتصادي كبير على سلاسل الإمداد، واحنا شايفين ان هم منعوا العمالة الفلسطينية انها تدخل إسرائيل، في عمالة أجنبية خرجت بعد الأحداث، هم نفسهم الإسرائيليين يعني لا يتجهون إلى عملهم، أغلب السكان الإسرائيليين اتجهوا إلى العيش في الفنادق، الجيش الإسرائيلي بيزاحم المدنيين في الحصول على المؤن، وفي حالة التعبئة والحشد اللي هم فيها دلوقتي، فبدأ فعلا بيكلموا أن المخزون السلعي الموجود عندهم يعني لا يتجاوز 3 شهور حد أقصى، وهم يخشون ما إذا تم استهداف أحد الموانئ الإسرائيلية اللي بيجي لهم منها السلع من الخارج كمان. طيب. غير طبعا ده بيأثر على منظومة الاقتصاد في إسرائيل. طيب حضرتك ذكرت في بداية الكلام أنه في تخطيط لإنشاء قاعدة عسكرية للنيتو في الشمال، إمكانية تنفيذ ده إيه يا فندم؟ احنا موجود شايفين دلوقتي ان البوارج الموجودة الامريكية والاوروبية اللي موجودة البوارج دي كلها لن تذهب يعني بعيدا، القوات الامريكية والالمانية والفرنسية والانجليزية الموجودة لن تخرج من غزة ولن تخرج من فلسطين، هم بدأوا يتكلموا فعلا ان يعني ان هم بدأوا يزيلوا الشمال منطقة الشمال غزة من السكان علشان خاطر هي دي اللي هيكون فيها القاعدة العسكرية، القاعدة العسكرية دي ثابتة حتى بعد انتهاء هذا العدوان. نعم. يعني مش لمجرد دعم اسرائيل في هذه المرحلة فقط، لا دي هتبقى موجودة ثابتة. والقاعدة العسكرية دي للأسف هتهدد استقرار المنطقة ككل، لأن احنا بنتكلم هنا عن قاعدة هيقولوا ان هيتذرعوا انها وجودها وجود حتمي لإقامة دولة فلسطينية وعدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر مرة أخرى، وطبعا هو الهدف منها هو تأمين الممر الاقتصادي المشروع الأمريكي في المنطقة، الاستيلاء على أو تأمين يعني السيادة الأمريكية على حقول الغاز في شرق المتوسط، يعني فكرة المشروعات الربط الاقتصادي الموجودة، قناة البحرين اللي عملتها اسرائيل في 2015، كل ده يعني القاعده الامريكيه دي هتبتدي تتكلم عن وجوده، ولازم نبص في سياق اكبر، دلوقتي روسيا انتصرت في اوكرانيا بشكل كبير ودي مش منة امريكيه، بالعكس ده انتصار للقوات الروسيه اللي اتحملت كتير قوي. فطبعا تواجد الناتو ما كانش دلوقتي لن يكون موجود في اوكرانيا، ولكن الناتو دلوقتي بنتكلم عن ان هو هيبقى موجود في منطقه اخرى جنب النفوذ الروسي برضه، فين؟ في غزه في الشرق الاوسط، والنفوذ الروسي موجود في سوريا وموجود في اكتر من دوله عربيه دلوقتي. ده بيهدد النفوذ الروسي، بيهدد الوجود الصيني، وانا ما اخشى ان يعني ما بعد غزه بقى ان نتحول الى حرب يعني دوليه داخل المنطقه بتاعتنا. صحيح. طب دكتور هبه، سريعا جدا بعد اذن حضرتك، يعني فكره حضرتك بتصرحي بانه وجود هذه القاعده العسكريه وانها تستمر او هتبقى في شمال قطاع غزه، هل خرجت تصريحات من قبل الولايات المتحده الامريكيه او هل هناك تصريحات بان هذه القاعده العسكريه ستستمر؟ التصريحات دي موجوده في من منظمه الايباك، دي اللوبي الصهيوني الموجود في امريكا، مع بعض المعلومات اللي موجوده من داخل اسرائيل نفسها، ولكن لم تصدر يعني تصريحات رسميه من الاداره الامريكيه، ولكن كل الشواهد تؤكد ان هذه المعلومات ليست تحليل ولكنها معلومات في اطار هذا التواجد القوات الامريكيه وقوات الناتو بشكل قوي، ومفيش اي امل ان هم يخرجوا، بالعكس ده استهدافهم من الحوثي بيزود وجودهم كمان، يعني هم لا يعبأوا باستهداف الحوثي، لا يعبأوا باستهداف القواعد الأمريكية في العراق، ولكنهم هم نعم. يعني موجودين بشكل قائم داخل هذه المنطقة. نعم، نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة هبة جمال الدين، أستاذة العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع هالة.
شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز اللجان وكافة اللوجستيات بحسب الضوابط، بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات، قال المستشار بن داري أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية، كما تم قيد العديد من المنظمات الدولية والمحلية فضلا عن وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات. خلال زيارته لواشنطن، التقى وزير الخارجية سامح شكري بالنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي للتشاور حول مجمل القضايا والأزمات الدولية والإقليمية، خاصة الوضع في غزة. في الوقت نفسه تلقى شكري اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها. كما تناول الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية والمجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة. قالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا جنوب قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي مع اشتداد المعارك بخان يونس، ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت حماس خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، وأوضحت حماس أنه تم تدمير 23 آلية عسكرية كليا في خان يونس وبيت لهيا، مشيرة إلى أنه تم نسف منزلين تحصنت بهما قوات الاحتلال، مما أسفر عن قتلى ومصابين. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الاشتباكات مع قطاع غزة أسفرت عن مقتل ضابط وجندي. يأتي هذا في الوقت الذي استشهد فيه 17 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات الآخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم وحاصرت مخيم المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين إثر مداهمات لعدد من المنازل في مخيم نور شمس بطول كرم. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن أي منطقة عازلة يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي. وأضاف ميلر أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية لتجنب فراغ أمني، وأن يكون ذلك مؤقتاً. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي. وقال كوهين أن مطالبته الأمين العام بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة لوقف إطلاق النار في غزة يشكلان دعما لحركة حماس. أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتنسيق المشترك الذي يساعد في إزالة التوتر في الشرق الأوسط. وقال ولي العهد السعودي إن التنسيق والعمل السياسي بين البلدين أسهم في تعزيز الأمن والتنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضا، الذي سيعزز أمن الشرق الأوسط. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
نرحب بحضراتكم مرة تانية. بكل تأكيد في اهتمام كبير جدا بفعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 في دورته الثالثة، واللي بيشارك فيه كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. خلينا نروح مع حضراتكم نتابع لقاء مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي. من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام في عالم يموج بصراعات في كل لحظة. صباح الخير على حضراتكم، احنا معاكم في صباح الخير يا مصر النهاردة من داخل أحد مراكز القوة للدولة المصرية، الحدث الأمني والدفاعي الأبرز والأهم على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات والدفاعات العسكرية المقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية على امتداد 18,000 متر مربع و22 جناح، بتشارك حوالي 411 شركة عارضة من كبريات الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن بيمثلوا 44 دولة. احنا بنتكلم على مدار 3 أيام في النسخة الثالثة من إيدكس 2023، من المتوقع أن يصل عدد الزوار والوفود العسكرية إلى حوالي 35,000. هدف إيدكس 2023 هو تبادل الخبرات والرؤى بين الشركات الدولية في مجال التسليح والأمن، بالإضافة للتعريف بالجهود المصرية والإنجازات المصرية في مجال التسليح والتصنيع العسكري. الحقيقة دلوقتي إحنا واقفين مع حضراتكم من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع وفخر الصناعة المصرية، حارس ثلاثة. حارس ثلاثة اللي إحنا دلوقتي هنخش فيها هي فخر الصناعة المصرية بلا منازع، بتستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، وهي منظومة خاصة لمجابهة الطائرات واكتشاف الطائرات بدون طيار. المنظومة الدفاعية اللي احنا موجودين داخلها دلوقتي قادرة على تمييز الأهداف بدقة شديدة باستخدام أحدث التكنولوجيات في العلوم العسكرية، بالإضافة إلى تحديد الهدف والتعامل معاه بشكل مناسب. إنجازات كثيرة جدا وشهدناها داخل الهيئة العربية للتصنيع وأيضا في مختلف القطاعات العسكرية المصرية. تابعونا وجولة خاصة من إيدكس 2023. صباح الخير يا مصر. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بقوة ولها حضور فاعل في معرض إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، كعادتها دائما في هذه النسخة الثالثة تقدم منتجات عسكرية جديدة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي الوزير المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي. أهلا بك يا فندم، نورنا ومشرفنا. وفي البداية بنهنئ ونبارك هذه المشاركة القوية واللافتة في هذا العام. بشكرك على التهنئة، وحقيقي أنا فخور بالمنتج اللي احنا مطلعينه، ويجب على كل مصري أن يكون فخور بهذه المنتجات الجديدة اللي بنعرضها لأول مرة. احنا واقفين مع حضرتك الآن ومن خلفنا أول راكبة صواريخ مصرية رعد 200، فخر للصناعة المصرية، وحابين نبتدي من تفاصيل هذا المنتج الجديد اللي بيعتبر إضافة عسكرية بشكل كبير. وفي الحقيقة احنا في الانتاج الحربي فكرنا بالامكانيات الكبيرة اللي موجودة اللي بنملكها، امكانيات فنية، امكانيات تكنولوجية، خبرة تصل لأكثر من 50 عام في تصنيع المعدات والأسلحة الحربية، ان احنا لازم نعمل حاجة تساوي هذه الامكانيات. فقعدنا احنا قبل كده زي ما احنا اتكلمنا، تم انتاج سينا 200، فلقينا ان احنا عايزين ننتج حاجة كبيرة وكويسة الدولة تحتاجها ويمكن تصديرها ويكون هناك جدوى اقتصادية من التاج. فكوننا لجنة وفكرنا، وكان في عدة حلول معروضة، وفي الآخر اخترنا ان احنا نصنع راجمة صواريخ. الكلام اللي بكلم حضرتك عليه ده من حوالي سنة، بعد ما حطينا قدامنا هدف ان احنا ننتج هذه الراجمة بواسطة المهندسين والعمال وكل من يعمل بالإنتاج الحربي، تم عمل تصميم لها وشفنا إيه المشاكل أو إيه الحاجات اللي في الراجمات الأخرى اللي موجودة، وعدلنا عنها وحسننا فيها، واتحط التصميم وأنتجنا.
احنا الحمد لله عندنا قدره على انتاج المدرعات زي ما كنا بننتج الدبابه M1 وبعديها C200، والحمد لله اتوفقنا ان احنا قدرنا نطلع بهذا المنتج القيم اللي اعتقد انا اول واحد فخور بيه وفخور بمجهود كل عمالي ومهندسيني اللي حطوا فيه. حطينا في هذه الراجمه مميزات جديده مش موجوده في الراجمات اللي موجوده حاليا. حضرتك احنا جهزناها بمحرك فيه 385 حصان. عايز اطمن حضرتك ان هذه الراجمه اللونشر او القاذف اللي موجود عليها بنصنعه في مصانعنا. احنا صنعنا الشاسيه، صنعنا الكابينه. الديزاين بتاع الكابينه ده ديزاين خالص لينا احنا، احنا اللي حاطينه والديزاين بتاعنا، وعاملين كذا فيرجن طبقا لمطالب العملاء. الجديد فيها ان احنا التحكم في هذا القاذف من داخل الكابينه كهربيا. لو حضرتك بصينا عليها هتلاقي في يدوي، احنا عاملين الجديد ان اليدوي وتحكم داخلي. الكابينه مكيفه، عملنا لها تجربه مسير تحت اشراف لجنه متخصصه وقوات مسلحه، عملنا تجربه رمايه زي في بيظهر في الفيلم المعروض دايما، والحمد لله احنا لحد دلوقتي واصلين نتائج كويسه جدا جدا، وبنحسن في كل ملحوظه تظهر، وان شاء الله هتدخل انتاج قريبا جدا. جميل جدا، وده بيدل على عبقريه الشخصيه المصريه. هذه الاضافات والتعديلات اللي احنا شفناها واللي حضرتك ذكرتها، حضرتك ذكرت C200، وC200 كانت في النسخه الماضيه النسخه الثانيه من ايدكس، وكان تم تطويرها بشكل جديد في النسخه الثالثه، يعني كابينه تسعى عدد اكبر من الجنود، وتم اضافات تكنولوجيه جديده ليها ايضا من فخر الصناعه المصريه. احنا C200 مركبه مدرعه مصريه عرضت في معرض ايدكس الماضي، والحمد لله لاقت قبول، ولكن احنا تم التعاون مع القوات المسلحه، ليهم مطالب تانية زي ما حضرتك ذكرت، لعدد اللي بيبقى راكبين فيها، للسلاح اللي عليها. فعلا عملنا تعديلات، والجميل فيها في الفيرجن الجديد ده ان احنا استخدمنا فيه الصلب المدرع اللي احنا انتجناه. احنا هرجع لورا خطوه كده، احنا الحمد لله وده يعني حاجه لا تقل قيمه عن الرعد. الصلب المدرع هو سلعه لم تكن مصر تنتجها، وانا عن نفسي من 15 سنه و 20 سنه كنت بتمنى وانا ضابط في القوات المسلحه ان احنا بدل ما نشتري الصلب ده ان نصنعه هنا. احنا الحمد لله نجحنا بالتعاون مع شركه قطاع خاص كبيره في مصر في انتاج الصلب، ان احنا انتجنا هذا الصلب المدرع، وتم اجراء كل الاختبارات عليه وتم قبوله بنجاح وطبقا للمواصفه العالميه، واكبر دليل على ان هو فعلا مطابق. احنا استخدمناه في الفيرجن الثاني من C200 اللي حضرتك بتقول عليها اللي موجوده في المعرض، ودلوقتي الداخليه والقوات المسلحه عندنا بدات تستخدمه طبقا لاحتياجاتها، واحنا بنقوم بتسويقه. لسه كان في مقابله مع شركات تركيه، اتفقنا ان هنديهم عينات وبنسوقه، وان شاء الله هنصل ان احنا نصدره. معالي الوزير، ايضا هناك يعني استخدام وتوظيف لاحدث تقنيات التكنولوجيا في كافه المعدات العسكريه داخل وزاره الانتاج الحربي. نتحدث هنا عن منظومه الطائرات الخاصه، منظومه عرابي، لان هي ايضا تعتبر اضافه جديده، الطائرات الهدفيه والطائرات بدون طيار، وفيها استخدام وتوظيف تكنولوجيا جديده غير معهوده من قبل. هو في الحقيقه حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، وبصراحه انا واخدها هدف ليا من يوم ما توليت الوزاره، وكمان من وانا نائب، ان الامكانيات المتاحه امكانيات كبيره وكويسه، واحنا لازم نستغلها الاستغلال الامثل. وكلمه الاستغلال الامثل دي اللي هو الاوبتيمم سوليوشن، احسن خرج لهذه الامكانيات. احنا بالتعاون مع القوات المسلحه كل فيما يخصه بنبدا نعمل انظمه نلبي احتياجاتهم. ممكن نعمل انظمه هي في قيود على اننا ناخدها من الخارج فبننفذها له، فبنعمل في نفس الوقت كذا ميزه. واحد، بعمل مطالب ممكن الخارج ما يديهاليش. رقم اثنين، بوفر عمله كبيره. رقم ثلاثه، بستغل امكانيات. منظومه الطائرات الهدفيه اللي حضرتك ذكرتها دي هي منظومه بتستخدمها قوات الدفاع الجوي، هي لتدريب أطقم ومعدات الدفاع الجوي على المدى القصير والمتوسط. وحقيقي احنا هي فيها يعني ابجريد عالي، وبنعمل مواصفات مش عايز اقول لك يمكن في بعض المنتجات اللي بتيجي من بره ما بتحققهاش،
وعملنا نتائج كويسه جدا يعني. ولكن هي اللي اقدر اقوله انها بتفي باغراض المستخدم واكتر من اللي كان بيلاقيه في الاصناف اللي بنستوردها من بره. في كل دوره، احنا في الدوره الثالثه او النسخه الثالثه من ايدكس المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه، هناك حضور لوزاره الانتاج الحربي. برايك اهميه هذا المعرض كرساله مهمه جدا في هذا التوقيت اللي العالم كله فيه بيموج بصراعات كثيره، اهميه ان يقام هذا المعرض؟ حقيقه الامر هو اقامه المعرض ده في وقته هو رساله للعالم من مصر ان احنا دوله امنه، دوله بتفي بالتزاماتها في توقيتاتها. احنا خدنا على عاتقنا ان كل عامين في نسخه من المعرض، بالرغم زي ما حضرتك كده ذكرت ان في كل الظروف المحيطه كانت توحي بانه يتم تاجيل هذا المعرض، ولكن كان القرار الصائب ان احنا نقيم المعرض في ميعاده. هو رساله للعالم ان احنا دوله ذات مؤسسات، دوله تفي بالتزاماتها، دوله تعلم ماذا تفعل. هو ده الرساله اللي لازم تبقى واضحه وكل العالم بيحس بيها. تنظيم المعرض بهذا الحجم وبهذا العدد من الشركات وبهذا التنظيم الجيد اللي بنشكر طبعا عليه القوات المسلحه اللي قايمه على تنظيم المعرض، حاجه بتوضح مصر وضعها ايه وهي بتشتغل ازاي. المعرض ايضا بيتيح منصه او فرصه لتبادل الخبرات والرؤى وعقد يعني صفقات مع شركات عديده. سيادتك، خلال امبارح والنهارده كان في لقاءات مع وفود عسكريه مختلفه من دول مختلفه، تركيا والسعوديه وباكستان، كلمنا اكثر عن تفاصيل هذه اللقاءات. يعني هو في الحقيقه في الاول برضو هقول لحضرتك وجود المعرض ده بيخلينا نطلع على كل ما هو حديث على مستوى العالم، دي اول نقطه مهمه في المعرض. النقطة الثانية إن بتسهل علينا زي ما أنا بطلع الوفود الأخرى بتيجي تشوف إيه اللي موجود هنا. وحقيقي في خلال الافتتاح والنهاردة رد فعل الوفود على رعد وعلى منتجاتنا هنا مبهر، وهم ما كانوش متخيلين هذا الحجم من التصنيع، وبالذات لما ندخل في موضوع رجمات الصواريخ والطائرات الهدفية. اللقاءات اللي حضرتك ذكرتها إحنا فعلا بدأنا امبارح، وقعنا بعض الاتفاقيات ومستمرين، ولكن هو اللي أنا عايز أقوله هو عنوان مصر فتح ذراعاتها لأي نوع من أنواع التعاون المشترك في التصنيع. أنا هتكلم بالذات في موضوع الصناعات العسكرية والدفاعية، وإن شاء الله إحنا بادئين بدري من قبل المعرض مع الجانب التركي ومع الجانب السعودي. إن شاء الله هيكون في اتفاقيات أكتر من الاتفاقية. أنا دايماً بأطمع إن أنا وأنا بتعامل مع هذه الوفود إن أنا أمضي عقود ويكون في فعلاً تعاون على الأرض أكبر من الاتفاقيات العادية. وإن شاء الله أنا قريب هنعلن عن عقود بيننا وبين جهات من الجهات اللي حضرتك ذكرتها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ الأول يوم الأول لتوليه مهام منصبه كان بيؤكد على فكرة أو ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية العسكرية المصرية. الركيزة الأولى هي فكرة تنويع مصادر السلاح، والركيزة الثانية هي الاعتماد على التصنيع المحلي. رأي حضرتك أهمية تعميق هذا الفكر، فكرة التصنيع المحلي العسكري؟ هو حضرتك اللي ذكرته ده هو قبل إنها فكرة توجيه من سيادته ان احنا لازم نخطو خطوات واسعه وسريعه في هذا الاتجاه، وهو سيادته بيتابع الموضوعات دي متابعه دقيقه، وطبعا بيزلنا صعاب كتيره لان في التصنيع العسكري في اوقات كتير بتقابلنا مشاكل دوليه في ان حاجه بنحب نجيبها او نحتاجها. وفي الحقيقه احنا الشغل اللي عملناه ده يعني في جزء كبير منه سيادة الرئيس سهله لنا ومتابعته ادتنا دفعة كبيرة في كل الاتجاهات عشان نصل إلى هذا الحجم من التصنيع. بالأمس في حفل الافتتاح وكلمة حضرتك أمام السيد الرئيس ذكرت أنه في خطط مستقبلية وفي وعود بالتحديث بشكل كبير، يعني أهم الملامح الخاصة بالخطط المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي. الملامح الخاصة اللي أقدر أقولها أن إحنا لما نصل لدرجة سينا، إنتاج سينا 200 وإنتاج رعد 200، في مستوى احنا وصلنا له مش هنقدر ننزل عنه. صحيح. هو ده الوعد اللي أنا قلته، لكن أنا ما أقدرش أقول حاجة معينة، لكن هو الوعد إن احنا هذا هو المستوى وهذه هي القدرة، وإن شاء الله على قدر هذا المستوى والقدرة هيكون في منتجات أخرى.
بشكر سيادتك شكراً جزيلاً معالي وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، شرفتنا ونورتنا في صباح الخير مصر، وكل التوفيق لحضرتك ولكل الهيئة المعاونة بوزارة الإنتاج الحربي. شكراً جزيلاً. أشكرك. طبعا مما لا شك فيه ان هذا المعرض ايدكس 2023 هو فرصه جيده لتبادل الخبرات، وفي رساله مهمه جدا بنوصلها من خلال اقامه هذا المعرض في نسخته الثالثه في هذا التوقيت تحديدا للعالم كله، لكل الدول والشركات المشاركه في هذا المعرض، بان مصر لديها قدرات كبيره جدا في التصنيع العسكري. طبعا احنا عارفين ان الدوله بتتجه لتنويع مصادر التسليح وايضا تجميع بعض الأسلحة والمعدات في الداخل، لكن الأهم هو توطين هذه الصناعة، وده اللي حاصل بالفعل واللي وضحه هذا المعرض. في مجموعة كبيرة جدا من المنتجات العسكرية اللي بتنتجها الهيئة العربية للتصنيع. خلينا نشوف هذا اللقاء مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللي أجرى زميلنا محمد عبد. تتنوع الصناعات العسكرية المصرية ما بين أكثر من مجال وقطاع، إلى جانب المدرعات القتالية والدفاعية البرية هناك أيضاً اهتمام بالجانب الإنساني، عشان كده جه تصنيع خاص لمدرعة فهد إسعاف، وهي مدرعة متميزة جداً للإسعافات الأولية. مدرعة فهد إسعاف الحقيقة بتتميز بمستوى حماية عالمي ضد الطلقات النارية، ويصل مستوى الحماية إلى مستوى B7 مزودة بطاقم عمل يصل إلى 5 أفراد. فهد إسعاف هي من إنتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وكمان حصل اتفاق مع بعض الدول الإفريقية لتصدير فهد إسعاف إليها، من بين هذه الدول بوركينا فاسو وبوروندي. زلنا مع حضراتكم من داخل أروقة معرض إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية تحديدا. نحن الآن من جناح الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة العربية للتصنيع صاحبة تاريخ طويل في التصنيع العسكري منذ إنشائها عام 1975. في هذه النسخة الثالثة من إيدكس 2023 هناك حوالي 45 منتج عسكري جديد، يعتبر إضافة حقيقية لمنظومة التسليح والأمن داخل الدولة المصرية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا سعادة اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ضيفا عزيزا في صباح الخير مصر. أهلا بك سعادة اللواء، منورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا بحضرتك محمد. يعني بداية، الرسالة وراء هذا المعرض إيدكس 2023، قبل الحديث عن الهيئة العربية للتصنيع، الرسالة وراء هذا المعرض وأهميته في هذا التوقيت تحديدا. المعرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2023 كان يعقد في هذه الآونة الحساسة والراهنة جدا في عمر العالم، وحضرتك شايف الأحداث حوالينا في كل أنحاء العالم، أحداث راهنة وأحداث ساخنة، ويأتي إلى مصر في هذا التوقيت بالذات أكثر من 400 شركة وحوالي 46 دولة، فهذه ثقة كبيرة في قدرة مصر العظيمة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة، وعلى أن مصر بلد الأمن والأمان، مصر البلد المستقر الآمن، فدي طبعا ثقة من جميع دول العالم في جمهورية مصر العربية لتنظيم مثل هذا الحدث الكبير في هذا التوقيت. إلى أي مدى هذا المعرض بيتيح مساحة لعرض الإنجازات المصرية في مجال التصنيع العسكري يا فندم؟ إحنا بصراحة بننتظر هذه النسخة كل عامين، لأن دي يعتبر موسم لعرض الإنجازات الهيئة العربية للتصنيع وأعمالها خلال عامين فات. فإحنا طبعاً بعقول أبناء الهيئة العربية للتصنيع وبسواعدهم وبالتعاون مع زملائنا في القوات المسلحة في عناصر البحث والتطوير، بنفكر دائما في انتاج او في تصميم وانتاج كل ما هو جديد يخدم القوات المسلحه المصريه اولا، وبالتالي يمكن ان يكون له سوق للتصدير للدول الصديقه والدول الشقيقه. فعلى سبيل المثال هذا العام الحقيقه احنا بنعرض 45 منتج في جناح الهيئه العربيه للتصنيع،
منهم سيادتك 12 منتج في العرض الخارجي والباقي في العرض الداخلي. الحقيقه كلهم فيهم اكثر من 5 مجموعات منتجات بتنتج وتعرض لاول مره في جناح الهيئه العربيه. عندنا يعني يا فندم في الخارج انا مثلا شفت لاول مره منظومه لمجابهه الطائرات بدون طيار، منظومه دفاعيه، وايضا عربه اسعاف فهد. احنا بنتكلم على جانب مهم جدا لاول مره بيدخل الخدمه بشكل مباشر. انا برضو يا فندم بما ان سيادتك اتكلمت عن العربيات المدرعه للفهد، احنا بنصنع هذه العربات لنا اكثر من 30 عام بمصنع قادر للصناعات المتطوره، احد مصانع الهيئه العربيه للتقنيه. هي العربه الفهد عندنا مرت العديد من مراحل التطوير، والحقيقه برضو عايز اقول جربت حقيقيا في مقاومه الارهاب في سيناء، كان ليها دور كبير في العمليات في مقاومه الارهاب وحمايه قواتنا اثناء مجابهه الإرهاب الأسود في سيناء. سيادتك مرت بالعديد من التطوير، طورناها، علينا السقف بتاعها عشان تبقى مريحة للأطفال إن هي شغالة جوه العربية. سيادتك الباب عندنا كان فيه بعض برضو مشاكل، طورناها بأيدي المهندسين والمهندسات بتوعنا، عملنا له بي شيب من أسفل العربة عشان يتحمل الموجات الانفجارية للعبوات المتفجرة لغاية 10 كيلو. لا الحقيقة وهي عربية بياخد فيها الجميع. العربية دي صناعة مصرية خالصة 100% 100% بأيدي مهندسينا ومهندساتنا وعمالنا وعاملاتنا في مصنع قادم للصناعات المتطورة. وسيادتك احنا بيبقى عليها إقبال وبنصدرها إلى الدول الإفريقية والدول الشقيقة، فالحمد لله رب العالمين. في ثقة في المنتج المصري، في ثقة في منتجات الهيئة العربية للتصنيع، في شهادة لنا جميعا بأننا إن شاء الله على الطريق الصحيح للوصول للعالمية في هذه المجالات في مجال سيادة اللواء. من مجموعة فهد والمركبات القتالية البرية والدفاعية، وأيضا فهد الخاص بالإسعاف، وهي يعني لأول مرة بيكون هناك خط تصدير إلى دول إفريقية كما ذكرت بوركينا فاسو وبوريندي وغيرها من الدول، إلى مجموعة أخرى مهمة جدا هي مجموعة الحارس، حارس 1 و2 و3، وهي لافتة أيضا في العرض الخارجي. بنتحدث عن منظومة لمجابهة الطائرات بدون طيار. نعم يا فندم، أنا مجموعة حارس دي مجموعة هي صممت بعقول أبناء القوات المسلحة وأبناء الهيئة العربية للتصنيع، ونفذت بسواعد أبناء الهيئة العربية للتصنيع. هي عبارة عن 5 مجموعات، حارس 1 و2 و3 و4 و5. هذه مجموعة الحوارس هي مجموعة لاكتشاف ومجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية على بقى المستويات المختلفة، على كل المستويات العسكرية. هي احنا بنفخر بهذه المجموعة وبنتطلع إن شاء الله إن احنا نسوقها خارجيا بإذن الله. عندنا برضو حاجات إضافات جديدة تاني. عندنا مثلا مجموعة حافظ. حافظ احنا ورانا في الخلفية اللي هي قذائف صواريخ. ذخائر جوية. اللي هي قنابل جوية حرة. ودي حضرتك كنا بنستورد قنابل إلى الخارج قبل كده، النهارده بنصنعها بأحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، مصنع صحر للصناعات المتطورة. حضرتك بنكتج منها حافظ 1 و2 و3 و4. هي عبارة عن قنابل جوية حرة، أوزانها بيتراوح من 500 إلى 2000 رطلة، بتتميز بقدرتها على احتراق الخرسانة المسلحة حتى سمك 180 سم. فبنفخر الحقيقة بهذا المنتج، والحقيقة جربت أيضا، والحقيقة أعطت نتائج طيبة جدا. طيب ننتقل إلى التعاون مع وزارة الداخلية أيضا، يعني لأول مرة واحنا شايفين في هذا الجناح وحدة خاصة لمكافحة الشغب، وتمت يعني كموديل أو كنموذج حيتم يعني التعاون مع وزارة الداخلية وإمدادها بهذه العربات، صناعة مصرية 100% أيضا. نعم. هذه العربة يا فندم عربة كفاءة الشغب المصفحة المصرية، قادر واحد. قادر واحد اسمعني
صنعت في مصنع قادر للصناعات المتطورة في كامل صناعة مصرية خالص، ولأول مرة في جمهورية مصر العربية بنصنع مثل هذه العربات. هي احنا تعاوننا مع أشقائنا في وزارة الداخلية المصرية ونفذنا لهم هذه العربة في المواصفات وجهزناها بالتجهيزات اللازمة طبقا للمواصفات اللي هم وضعوها لنا وصمموا لنا. والحقيقة هذه العربة بتحقق مستوى حماية B4 مستوى من المستويات العالية جدا في الحماية دولية عشان تحمي عشان تحمي الأطقم العاملة. وسيادتك كمان هذه العربة ليها درجة ممنعة ضد الزفائر حتى 67.39. وأنا بقول امتلاكنا لهذه القدرة لتصنيع هذه العربة إن شاء الله هيمكننا إن احنا نقدر نسوقها كمان للدول الشقيقة وأي عميل من الدول الشقيقة عايز نزود عليها تجهيزات معينة احنا قادرين وفورا. وبنفكر إن هذه العربة نصنعها بنسبة 100% في الهيئة العربية. الحقيقة من يتجول داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع يعني يفاجأ بتطور تكنولوجي في كل المعدات وكل القطع والمنتجات العسكرية والأمنية الخاصة. حقيقة احنا بنشوف ده مش عارفين نتكلم عن ايه ولا ايه، لكن في ايضا الوحدات المراقبة دي مهمة جدا حابين نتكلم عنها والتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها. ده الحقيقة مركز قيادة وسيطرة سيادتك متحرك بيستخدم ديول ويستخدم استخدامات عسكرية واستخدامات مدنية. الاستخدامات العسكرية بيستخدم لتأمين القوات لتأمين المجال الجوي لتأمين الحدود لتأمين المنشآت الهامة. وكمان في المستوى المدني بيستخدم سيادتك في غرف إدارة الأزمات في الوزارات في المحافظات في المدن في القرى. أنا مركز هائل جدا جميل. والجميل فيها أستاذ محمد دكتور محمد أنه صمم وصنع في مصر بنسبة 100% في مصانع الهيئة العربية. جميل. طب سؤال مهم جدا، يعني ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية العسكرية المصرية هو الاعتماد على التصنيع المحلي، يعني الركيزة الأولى هو التنويع في مصادر السلاح، والركيزة الأخرى فكرة الاعتماد على السلاح المحلي والتصنيع المحلي. إلى أي مدى الدولة المصرية برأيك يعني قطعت شوط في هذا المجال وأهمية هذا المكون للناس إنهم يعرفوا إنه لازم نعتمد على تصنيع السلاح بأنفسنا؟ إحنا بنأخذ القيادة السياسية مثلا لنا توجهات سيادة الرئيس دايما لنا حتى لغاية أمس في افتتاح هذا المعرض هذه النسخة الثالثة إن إحنا يجب أن نمتلك القدرة الذاتية يجب أن نعتمد على أنفسنا وهو ده اللي احنا ماشيين بيه وهو ده اللي بنعزو بيه. ويعني بصراحة بنحاول جاهدا أن نمتلك هذه القدرة ونبقى سعداء لما نطلع آخر اليوم مثلا منتج جديد يحمل شعار صنع في مصر. أنا عايز أضيف تفضل يا فندم. أنا معلش عشان أنا في صفتي عرضه بين ضباط الحظر الكيميائية السابقين. إحنا هنا في المعرض أنتجنا جهاز جديد يصنع لأول مرة في جمهورية مصر العربية. جهاز اسمه جهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد. هذا الجهاز كنا بنستورده دائما من الخارج. الحقيقة بعقول برضو زملائنا في الحرب الكيميائية وبسواعد أبنائنا في مصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع تم تصنيع طرازين من هذا الجهاز. جهاز دكتور محمد للاستخدامات العسكرية وجهاز آخر للترجمات والتطبيقات المدنية بيستخدم في المنافذ الحدودية في المطارات في الموانئ للكشف الإشعاعي على الواردات. جميل. بالإضافة إلى استخدامه داخل المستشفى. يعني في تعدد الاستخدامات في اكثر من مجال يعني داخل الدولة المصرية. انا فخور جدا بتصنيعنا وبنجاحنا احنا وزملائنا في القوات المسلحة بتصنيع
هذه. والله يا فندم احنا اللي فخورين، وكل مصري بيزور هذا المكان فخور ويرفع راسه انه شايف هذا الانتاج، هذه العبقريه المصريه، عبقريه الشخصيه المصريه انها تنتج لنا وتبدع لنا كل هذه المعدات والصناعات الامنيه والعسكريه. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شرف لينا انك كنت معانا النهارده. صباح الخير يا مصر. وللهيئه العربيه للتصنيع ان اكون في تلفزيون بلدي تلفزيون جمهوريه مصر العربيه وفي برنامج صباح الخير يا مصر. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم ومن برنامجكم الشائع الديوع. أدعو شباب مصر شباب وفتيات مصر أن يأتوا إلى هذا المعرض ويتفرجوا على صناعة بلادهم ويثقوا في قدرات بلادهم، لأن مصر إن شاء الله قادرة أن تصنع المعجزات. اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اللجنة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو أعلنت امبارح عن تسجيل النقش على المعادن على قوائم التراث عشان تتوج جهود مصر وعشر دول أخرى بالنجاح وإضافة عنصر مصري تامن لهذه القائمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الإنجاز وأهمية تسجيله من خلال ملف عربي مشترك من دكتورة نهلة إمام رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري ومستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث غير المادي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو في البدايه تعرفينا وتعرفي الساده المشاهدين على العنصر اللي تم تسجيله، كام كمان من الوقت يعني تحضير الملف اخذ مجهود ووقت من حضراتكم؟ طيب، الاول الف مبروك لمصر ادراج العنصر الثامن على القائمه التمثيليه في منظمه اليونسكو. احنا بندرج العناصر دي ضمن اتفاقيه موقع عليها مصر، وهي اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي اللي هو احنا بنقول عليه التراث الشعبي. العنصر ده هو العنصر الثامن اللي مصر تقدمه، ولكن هو العنصر الثالث المشترك. قبل كده سجلنا عناصر مشتركة مع دول عربية برعاية منظمة الإلاكسو اللي هي منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عشر دول عربية هي مصر، السعودية، اليمن، فلسطين، تونس، الجزائر. اجتمعنا العشر دول لمدة سنتين، عشر وزارات ثقافة تعمل معا على إدراج العنصر. كل دولة أظهرت من خلالها تميزها في أنواع النقش. إحنا بنتكلم على النقش على النحاس والفضة والذهب. طيب دكتورة، في بعض الناس بتسأل ليه ندخل في ملف مشترك؟ يعني ليه ما نسجلش هذه الحرفة ان هي مصرية فقط؟ طيب، دلوقتي اليونسكو بيشجع جدا ونحن ايضا بنثمن هذا، ان العناصر التراث المشتركة ما بين الدول تظهر كتراث مشترك، هو تراث للإنسانية. ولكن داخل كل الملف، انا بالمناسبه انا عضو لجنه التقييم في اليونسكو اللي بيقيم الملفات. الملف لازم يبان فيه تميز كل دوله، يعني مصر لازم تقول هو عندها فين، هو اكثر في النحاس، في الذهب، في الفضه، بيستخدم في مناسبات ايه. الحاجات الطريفه مثلا ان احنا كتبنا ان عندنا من زمان قوي كان في حاجه احنا نعرفها اسمها طاسه الخضه وكان بينقش عليها، بنستخدم احنا النقش بالحروف للخط العربي، استخداماتنا في حياتنا اليوميه ازاي. كان عندنا مصر زمان غطيان القلل كانت بتغطى عليها. لازم كل دوله تبرز تميزها، فمش معنى انه العنصر المشترك هو واحد في كل الدول، ولكن التنوع الثقافي لازم يبرز. من المهم جدا ان نثمن مسألة أن التراث للإنسانية، التراث مشترك، وإحنا بنسعى مصر من خلال وزارة الثقافة نحن هنشوف الدول اللي مسجلة ملفات هي أصلا العناصر دي موجودة عندنا ونحاول أن ننضم لها. يونس، أن التراث هو الإنسانية. لاحظ حضرتك أن التراث ده
هو منطقة سلام واحترام متبادل ما بين الشعوب، ما هوش منطقة نزاع. فمهم جدا أن نثمن أن اليونسكو وإحنا كمان طبعا في مصر، لأن إحنا لدينا متخصصين كتير وعلى مستوى رفيع، ندرك تماما أهمية المشاركة في التراث. من الطريف أن السنة دي مثلا سجلت 7 دول ملف أشدنا به كثيرا، هو ملف كان ميزته أنه مش بس بقى ملف مشترك، لكن كان في 4 قارات، يعني دول من أوروبا مع من أفريقيا مع من آسيا، اشتركوا في أنهم يسجلوا القبالة. القبالة اللي هي نظام التوليد التقليدي اللي هي احنا عندنا بداية. تخيل حضرتك أنه في نيجيريا مع ألمانيا مع لوكسمبورغ مع يعني مع أذربيجان، فهي دول موجود لديها العنصر ومنتشرة في العالم، وأطلقنا عليه إن هو ملف مش بس بقى مشترك، ده ملف جلوبال يعني دولي عالمي. طيب ده معناه إن التراث ده إن التراث قايم على السلام طبعاً. في الآخر طبعاً. طيب دكتور نهلة، إيه العناصر اللي مصر بتحضر لتسجيلها في الفترة اللي جاية؟ احنا بنشترك في مع المملكه العربيه السعوديه ومقدمين اله استمسميه، احنا مقدمين مع دول عربيه كثيره الحنه وبكل الممارسات المرتبطه بيها، بنشترك ايضا في ملف عن العماره البيئيه العماره الصينيه، ايضا اله العود داخله في الاعداد بيعد ليها ملف، بنحاول نعمل ملف وطني يكون على أكلة الكشري، ويعني بنجتهد في إن إحنا نزود عدد العناصر اللي مسجلة على قوائم الاتفاقية لإبرازها. يمكن الدور اللي أنتوا بتلعبوه مهم في إلقاء الضوء على اللي إحنا بنعمله ده، علشان نرفع الوعي بأهمية التراث. إن الناس لازم نعرف إن الحرف دلوقتي بتعاني من هجر، من قلة العمالة، من العمالة المدربة. فكنا بنسجله على قوائم اليونسكو، ده بيعيد له الاعتبار داخل المجتمع، ومن هنا احنا بندي كل الجهد والتسجيل ده للممارسين والقابضين على تراثهم في الحرف. طيب لكن اذا سمحتي لي وحضرتك بتتكلمي عن الكشري، الكشري اكله مصريه خالصه مظبوط ولا انا؟ ايوه بتاعتنا دي. بتاعتنا، ولو ظهر انها موجوده متين لها في العالم وحد بعد ما نسجلها حب يشترك، نحن نرحب. وزي ما قلت لحضرتك طيب، نحن لا نتسارع، احنا بنبرز تراثنا، واذا حصل انها موجوده في مكان ثاني في العالم اهلا وسهلا يبقوا ينضموا لنا. طبعا نحن نعتز بالاكله لانها منتشره جدا في مصر وموجوده في المناطق الريفيه وفي المناطق الحضريه بل والساحليه بتنوعات. طيب نغتنم وجود حضرتك معانا وتقول لنا ايه هي العناصر الموجوده. حضرتك قلت ان احنا عندنا 8 عناصر مسجله حتى اللحظه وثلاثه مشتركين، ايه هي الثمانيه المسجله حتى الان؟ الثمانية منهم 5 منفردين و3 مشتركين. الثلاثة المشتركين أمس كان النقش على المعادن النحاس والذهب والفضة، قبليه كنا سجلنا فنون الخط العربي برضو مع 16 دولة عربية، ثم وسجلنا الممارسات المرتبطة بالنخيل، ودي كانت النخلة كانت في الحرف المرتبطة بها والخوص والجريد والتمور، وبرضو المعتقدات التي لدينا والعادات وهي كثيرة جدا، وده أظهر تنوع شديد بين الدول العربية. النخلة هي نبتة واحدة، لكن تخيل حضرتك نحن نستخدمها في وظائف، نطلع منها منتجات غير اللي بتطلعه الإمارات، غير اللي بتطلعه السعودية، غير اللي بيطلعه اليمن، وده كان بيظهر التنوع الثقافي كبير. دول الثلاثة المشتركين. الخمسة المنفردين، أول واحد كان السيرة الهلالية، ثم التحتير، ثم الأراجوز، ثم النسيج اليدوي والاحتفالات المرتبطه برحله العائله المقدسه. طيب برضو الناس بيبقى عندها يعني فضول تعرف يا فندم على اي اساس بيتم تسجيل هذه الملفات باسم دوله معينه، لو هنتكلم تحديدا على مصر. اليونسكو يشترط الاول ان تكون انت مسجلها في ارشيفك الوطني، تكون عايم القوائم حد وعندك ارشيف في بلدك مسجل فيه العنصر ده من زمان، وبتبعت لهم الرقم اللي انت مسجل بيه والتاريخ ومين اللي سجله وكده. فاحنا عندنا قائمه حصر موجوده في مصر، وطبعا مصر تجربتها في توثيق التراث طويله. ثانيا بتعد ملف بطريقه معينه، هو اليونسكو عامل فورم
للبني ملاه، وبيبقى يا اما باللغه الانجليزيه الفرنسيه، ونحن نعتمد اللغه الانجليزيه اكتر في ملفاتنا، والملف بيبقى ضمن شروط معينه، بعض المعايير يجب ان تستوفى، يسال عن وصف معين للعنصر الموجود في الدوله، الوصف يكون مفهوم لدرجه ان اللي ما سمعش عن العنصر خالص يفهمه. ويمكن انا في لجنه التقييم بيجي لنا اسماء غريبه جدا وحاجات عناصر غريبه جدا، اذا ما قدرناش نفهمها من الوصف اللي كاتباه الدوله بنقول بنرجع نسال الدوله او بنرفض الملف. ولذلك مساله التسجيل مساله معقده جدا، وممكن الملفات كتير بترفض او بتعاد للدوله لتصليحها وتقديمها في دوره ثانيه، او تدافع عنه امام اليونسكو وتقول. ساعات ما كنا بنبقاش عارفين ايه هو العنصر بالظبط اللي بتتكلم عليه الدوله، فبنضطر نرجع للفيديو لان بيطلب مننا فيديو للعنصر، وبيطلب مننا 10 صور لكل عنصر بتكون عاليه الجوده. صحيح، عشان تكون الدنيا مفهومه اكتر. لكن ده بيبقى نقطه ضعف في الملف. لازم نقول الوظائف الاجتماعيه بتاعت العنصر، المعاني الثقافيه التي يحملها، كيف ينتقل العنصر من جيل لجيل، هل في المدارس، لازم كل التفاصيل يا دكتور نهلة بالفعل تكون موجوده، ودي عملية معقدة جدا. لكن بنشكر حضراتكم طبعا على هذا الأمر، دكتورة نهلة إمام رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز اللجان وكافة اللوجستيات بحسب الضوابط، بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات، قال المستشار بن داري إنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية، كما تم قيد العديد من المنظمات الدولية والمحلية، فضلا عن وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات. خلال زيارته لواشنطن، التقى وزير الخارجية سامح شكري بالنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي للتشاور حول مجمل القضايا والأزمات الدولية والإقليمية، خاصة الوضع في غزة. في الوقت نفسه تلقى شكري اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها. كما تناول الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية والمجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة. قالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا جنوب قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي مع اشتداد المعارك بخان يونس، ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت حماس خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، وأوضحت حماس أنه تم تدمير 23 آلية عسكرية كليا في خان يونس وبيت لهيا، مشيرة إلى أنه تم نصف منزلين تحصنت بهما قوات الاحتلال، مما أسفر عن قتلى ومصابين. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الاشتباكات مع قطاع غزة أسفرت عن مقتل ضابط وجندي، يأتي هذا في الوقت الذي استشهد فيه 17 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات الآخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم وحاصرت مخيم المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين إثر مداهمات لعدد من المنازل في مخيم نور شمس بطول كرم.
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن أي منطقة عازلة يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن أي مساحة للقطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي. وأضاف ميلر أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية لتجنب فراغ أمني وأن يكون ذلك مؤقتا. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي. وقال كوهين إن مطالبته الأمين العام بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكلان دعما لحركة حماس. أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتنسيق المشترك الذي يساعد في إزالة التوتر في الشرق الأوسط. وقال ولي العهد السعودي أن التنسيق والعمل السياسي بين البلدين أسهم في تعزيز الأمن والتنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضا الذي سيعزز أمن الشرق الأوسط. أعلنت هيئة قناة السويس أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات وان أورفيوس خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا. وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسع من عملياتها عمليات التوغل البري في قطاع غزة وبتستهدف المدنيين والمنازل والمساجد والمدارس بصورة لم تحدث منذ بدء هذا الاحتلال. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن خطورة توسع الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقصف المدنيين في قطاع غزة وبعض المناطق مع ضيفنا المعنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم والعلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك دكتور وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. يعني تصعيد خطير من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة وتبغل بري، ويعني الشمال تقريبا يعني أكثر من 80% من أهل الشمال نزحوا إلى الجنوب. وضع خطير جدا، وضع مأساوي، لم يعد هناك مكان آمن، لم يعد حتى هناك مكان يمكن للفلسطينيين أن ينزحوا إليه مرة أخرى. حضرتك شايف هذا المشهد إزاي وخطورته إيه وقراءتك ليه؟ يعني بداية تحية لكم ولكل المشاهدين ولقناتكم ولكل الإعلاميين حقيقة الذين يقومون بتغطية هذا المشهد المهم، والمجد لشهداء فلسطين وكل أبناء شعبنا، تحية لهم على هذا الصمود. الحقيقة أنه الذي يجري في فلسطين الآن هو تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48 مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل بربري سافر. الآن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة إلى جنوب غزة هو هروب من نتنياهو للأمام، هذا على المستوى العسكري. نتنياهو الآن لا يعرف كيف يعود إلى الوراء، لأن عودته إلى الوراء هي عبارة عن يعني انتهاء حكمه السياسي فشلا ذريعا. كل الوعود التي وعدها لناخبيه ولجمهوره ولحتى لحزب الليكود ولذوي الأسرى قبل ذلك، أنه وعد بتحرير الجنود ووعد بتحرير المدنيين لم يحقق أي منها، وعد بالقضاء على المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المسلحة أو برأس ما يعني قادة حماس الاثنين اللي هو السنوار والضيف الذين يقودون المعركة. الحقيقة أنه لم يحقق أي من هذه الأهداف التي ذكرها. ثم أيضا في ما يتعلق بهجومه الكامل والوحشي على غزة وتهجير جزء من أبناء غزة، وادعى مسبقا أنه قام يعني احتلال غزة شمال غزة والسيطرة عليها وأصبحت تحت قبضته ولا يوجد فيها مقاومة، خرجت منها العديد من الصواريخ وخرجت منها المقاومة وتكبد العديد من الخسائر في العديد من المشاهد ويظهر للعالم. ولكن
هو بسبب فشله هذا وعدم قدرته على الدخول إلى المعركة الحقيقية البرية بشكل يعني زي ما بيقولوا كده في البلدي راجل لراجل أو مواجهة برية مباشرة من مسافة صفر، يعني حرب برية، هو يختبئ ما بين اختفائه خلف الدبابات وخلف الآليات العسكرية ويستند في قصفه إلى ضرب المدنيين بأكبر قدر ممكن وتدمير البنية التحتية. لماذا يفعل ذلك؟ لقتل الحياة. قتل الحياة مهم جدا بالنسبة لنتنياهو لتنفيذ المخطط ما بعد الحرب وليس الآن، لأن الناس كلها يعني هو يقتل أطفال ويقتل مدنيين ويضرب في المستشفيات وكذا. حتى لو حصلت هدنة ووقف لإطلاق النار في هذه الحالة لا يمكن، أنا كإنسان لا يمكن أعيش في هذا المكان. أصبح مدمر، لا في مستشفى ولا في بنية تحتية ولا في كهرباء ولا في مياه ولا حتى في مدارس للأطفال اللي عايشين. أنا مش هقول كل في عندي أطفال حوالي 3500 طفل حتى الآن من أطفال مدارس فقدوا، يعني خرجوا من السجلات المدرسية على مستوى المحافظات الشمالية. أيضا أنا أقول بشكل صريح أنه لماذا يقتل الحياة في غزة؟ لإعادة فكرة التهجير للشعب الفلسطيني خارج فلسطين، بغض النظر عن كانت مخططاته مسبقا أنه يعني كانوا بخططوا يعني بشكل أو بآخر أنهم ينقلوهم إلى سيناء في فكرة التوطين البديل والشعب الفلسطيني رفضها، لا، لأن هناك مخططات أخرى هي التهجير، مش التهجير القسري ما يسمى الآن، خرج عندهم في الإعلام الإسرائيلي التهجير الطوعي. صحيح. يعني إيش تهجير طوعي؟ يعني الإنسان الفلسطيني هيا كنت حابب تعيش في هذا المكان عيش، ما هو مدمر. فأنا شخصيا لما ينعرض علي كإنسان هو قسري أيضا، هو قسري، هو يجبرك على أن تقول بنفسك أريد أن أسافر، أريد أن أغادر خلاص. فهي كلمة الطوعي يعني طواعية أنت جاءت منك أنت بإرادتك أنت كفلسطيني أن تغادر طواعية من أرضك للعمل في دولة أجنبية. بس حتى المشهد يفندم برضو، يعني حتى لو وقت الهدنة في مواطنين من اللي نزحوا من الشمال كانوا عايزين يرجعوا مرة أخرى. نعم نعم، ولذلك حتى لو المكان مدمر هو يراهن على الضغط الكبير جدا لتدمير كل مقومات الحياة، وبالتالي يجبر الإنسان الفلسطيني على التهجير. وبالمناسبة هو مش عايز كل الشعب الفلسطيني يهاجر، هو عايز منطقة شمال غزة لإيجاد ما يسمى بحاجز أمني، يعني منطقة فاصلة عازلة ليقلل أو يخفف من عملية الهجوم البري الفلسطيني، بمعنى أنه في المرحلة القادمة لو حصل هدنة ووقف إطلاق النار وانتهت الأمور بسلام وأعيدت انسحبت القوات الإسرائيلية من غزة، هو يريد أن يكون في المرحلة القادمة ما يسمى أولا منطقة عازلة بمسافة 3 كيلو إلى 5 كيلو في منطقة غزة، هذه معزولة منزوعة السلاح مش موجود فيها فلسطيني، ومنطقة صحراوية بحيث أنه الفلسطيني لا يستطيع الهجوم البري عشان يوصل لحدود أو ما يسمى بغلاف غزة عند الاحتلال الإسرائيلي. لكن احنا عندنا رشاقات صاروخية وعندنا مسيرات بالنسبة للمقاومة، مقصود يعني هو لو قدر أنه يوقف الهجوم البري لكن مش هيقدر يتعامل. نعم، مع هو يريد أن يفعل أولا يعني يحجم مسألة الهجوم البري يوقفها تماما، ومن ثم مسألة الهجوم الجوي يعيد حساباته في القبة الحديدية بتعزيز القبة الحديدية وكيفية استهداف أي جسم طائر يأتي إليه يقوم باستهدافه بشكل كبير جدا. أما على المستوى البري هو يريد أن يضمن أنه لا يوجد زحف، يعني غلاف للغلاف زي ما بيقولوا كده. نعم، لحماية الغلاف ولحماية ما بعد الغلاف، المستوطنات الشمالية أو المدن الشمالية لغلاف غزة، ما بعد مدينة غزة عسقلان والزدود والمناطق هذه وصولا إلى يافا وتل أبيب فيما بعد تل أبيب اللي تسمى تل الربيع سابقا، وصولا إلى شمال أو محافظات الشمالية. لذلك هو يشعر بالقلق نتنياهو، لكن هو على صعيده الداخلي هو أيضا يمر بظروف خطيرة جدا. يعني هو يعني حقيقة قبل 7 أكتوبر كان له موعد للمحاكمة وتم تأجيلها لمدة شهرين، الآن انتهت الشهرين ونحن داخلين فيما بعد الشهرين. قبل يعني يومين تقريبا بدأوا يتحدثوا عن إعادة فتح ملف المحاكمة للاحتلال على 4 قضايا، لنتنياهو على 4 قضايا وهي قضايا شخصية بالمناسبة. طب هل ده ممكن يؤثر على سير المعركة؟ هو في هناك أشخاص يقولون يؤثر على سير المعركة باعتبار أنه هو الذي يقود ويصر على استمرار الحرب، لكن رأي آخر يقول أنه لا، هو حتى لو خرج نتنياهو من الحياة السياسية
لن يؤثر على سير المعركة، لأنه الذي يقود الحرب هو وزير الجيش. أنا باعتقادي أنه خروج نتنياهو والمطالبة الدولية بمحاكمة نتنياهو وقادة الحرب في عن طريق محكمة الجنايات الدولية وإرسال مذكرات يعني اعتقال لهم، أعتقد سيوقف الحرب فورا. أضف إلى ذلك يعني إذا كان هناك يعني إرادة دولية أو ضغط دولي على الولايات المتحدة، باعتبار الولايات المتحدة يعني هي الراعي الحقيقي، الراعي الرسمي الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، ولو رفعت الغطاء عنه أعتقد أنه نتنياهو سيسقط، مش نتنياهو، كل الاحتلال الإسرائيلي سيصبح في مهب الريح إذا ما قررت الولايات المتحدة أن ترفع الغطاء عنه. بايدن الآن يتعرض لضغوط داخلية في داخل البيت الأبيض، وليس أيضا على مستوى الرأي العام الداخلي، إنما على مستوى صناع القرار في البيت الأبيض من مستشارين ومن أعضاء في البيت الأبيض. أيضا في الخارجية الأمريكية هناك إشكالات، في الكونغرس الأمريكي هناك مشاكل، في الرأي العام الأمريكي هناك الكثير من حتى اللوبي اليهودي هناك في الولايات المتحدة يرفض ما يفعل نتنياهو لأنه يسيء لعلاقاتهم وسمعتهم ولمصالحهم الاقتصادية إذا ما تعرضت إلى استمرار حملات المقاطعة على مستوى العالم، لأنه هذه منتجات ليست أيضا للاحتلال الإسرائيلي، أيضا منتجات لرجال أعمال إسرائيليين الذي تعرض مثلا سفينة التي تم اختطافها في عرض البحر الأبيض المتوسط، هي ليست للجيش أو للحكومة الإسرائيلية، هي لمواطنين إسرائيليين أو رجال أعمال كبار على مستوى العالم ولهم مصالحهم الدولية. فهناك من يعارض سياسة نتنياهو الحقيقية، وبالتالي أيضا الإشكالية يعني احتمالات وقف الحرب برأيي في الفترة القادمة أنه أهالي الجنود وصل عددهم إلى يعني 137 جندي حقيقي موجودين حتى الآن أحياء، أنت إذا استمرت في الحرب قد يعني يسقطوا هدول قتلى في الحرب بسبب القصف الإسرائيلي، وربما أيضا بسبب الحرب البرية لن يكون هناك تفرقة. ومخطط نتنياهو فيما يقوله بشكل صريح أنني أريد إغراق غزة وجبنا مضخات ومش عارف من البحر، طيب ده هو سؤالي بقى لحضرتك التالي، هل اصلا السيناريو ده منطقي وواقعي انه ينفذ على ارض الواقع؟ غير منطقي. اولا غزه اعلى ارتفاعا من البحر، ارتفاع غزه اعلى من البحر بارتفاع بما لا يقل يعني 3 متر او اكثر يعني في بعض المناطق اكثر. تحدثوا ان هم عالجوا النقطه دي بالمضخات، اذا عالجوها بالمضخات 360 كيلو كيف بدك انت تغطي 360 كيلو لكل المناطق؟ اضف الى ذلك انه في جنود اسرائيليين هناك 137 اسرائيلي سيغرقون مع. هل يهتم امرهم نتنياهو؟ يهتم، لانه المواطنين الاسرائيليين اللي اهليهم وعائلاتهم واصدقاء الجنود هؤلاء لو شعروا بخطر على حياه هؤلاء لن يرسلوا جنودهم. يعني أنا مش حرسل ابني معاك لأنه قد يخطف ويؤسر من المقاومة الفلسطينية ويصبح رقم 138 و140 ويصبح آخرين عنده، حتموت لي إياهم بالمياه البحار أو إغراق غزة وإغراق الأنفاق، فأنا لن أسمح. أضف إلى ذلك على مستوى البيئة غزة، خلينا نكون صريحين، قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 1993 وإنشاء السلطة الفلسطينية في 94، إذا بتذكروا في 94 تم إنشاء السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية القاهرة 1994 4 مايو، وقعت هنا في مصر في حضرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وكان الرئيس ياسر عرفات والرئيس رابين رئيس الاحتلال الإسرائيلي رابين. الاتفاقية التي تم توقيعها في مصر تم تنفيذها في غزة. الإسرائيليين حفروا في غزة آبار جوفية وسحبوا مياه المياه العذبة يعني من المياه الجوفية العذبة من سواحل غزة وتحديدا في مدينة خان يونس وسحبوها إلى داخل الاحتلال الإسرائيلي وأسسوا شركة اسمها شركة مكاروت. مكاروت هذه بتبيع المية الحلوة على غزة وبتبيعها علينا في الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية، زائد هم بيستخدموها لكل المستوطنات من مياه غزة. الآن إغراق البحر، وهذه لأول مرة بحكيها ما حدش يعني، إغراق المياه البحر إلى في غزة، إغراق غزة بمياه البحر معنى كده إنهاء المياه الشرب يعني الصالحة والعذبة التي تخرج من المياه الجوفية في غزة وتنقل إلى المستوطنات، وبالتالي هو يقتل نفسه.
ويقتل نفسه. إغراق الأبار يعني. إغراق الأبار لأنه كله هيتم تسريبه كله إلى في المياه الجوفية في بطن أرض غزة. طيب على خطر عليه. على الجانب الآخر مازال مطار العريش بيستقبل عدد كبير جدا من المساعدات اللي بتصل للعريش، بيتم تجهيزها ومن ثم نقلها إلى معبر رفح حتى دخولها إلى الجانب الفلسطيني. دلوقتي هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من العريش، هنعرف منه آخر مستجدات الأوضاع هناك واستقبال المساعدات الإنسانية المرسلة لأهلنا في قطاع غزة. يا كريم صباح الخير. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جماعتنا، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا شاذلي يمكن زي ما انت قلت مطار العريش من ساعة ما مصر سمحت باستقبال المساعدات من جميع الدول اللي مشاركة في هذه المساعدات هو مازال بيستقبل الطائرات المختلفة. وصلنا لحد امبارح 285 طيارة وصلوا بالفعل لمطار العريش الدولي، ده غير الطيارات اللي على وشك الوصول النهاردة الحقيقة للمطار. بنتكلم على عدد كبير جدا من الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وكمان المستلزمات المعيشية لمجابهة فصل الشتاء. الحقيقة ما زالت بتيجي لمدينة العريش والشيخ زويد عشان يتم شحنهم بعد ذلك لمعبر رفح المصري ليتم نقلهم إلى الأشقاء في فلسطين. بنتكلم على الحقيقة أكثر من 180 ألف لتر من الوقود دخلوا بالفعل إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة. بنتكلم على شاحنتين بالفعل دخلوا امبارح ضمن 140 شاحنة بشكل عام بين المستلزمات الغذائية والمستلزمات الطبية تم تجهيزهم للدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية. بنتكلم على أنه الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم خلال اليومين اللي فاتوا امبارح وأول امبارح 75 شاحنة فقط من المساعدات الغذائيه، ده بسبب ان قوات الاحتلال الحقيقه بتعرقل دخول المساعدات دي بحاجه من الاثنين، اما ان هي بتاخد وقت طويل جدا في تفتيش هذه يعني الشاحنات بتوصل ليوم كامل في بعض الاحيان، او في بعض الاحيان ان هي بتسيب هذه الشاحنات تتكدس داخل الناحيه الفلسطينيه في قطاع غزه وبتسيبهم موجودين ما بتفتشهمش، ممكن ما توصلش الوقود لهذه الشاحنات. الا ان مصر على الجانب الاخر من ناحيتنا هنا بنفضل مصممين بتجهيز الشاحنات وتوصيلها لمعبر رفح، وكمان ضغط كبير جدا نتكلم على مئات الشاحنات، نتكلم على 140 شاحنه تم تجهيزهم امبارح والنهارده فقط عشان يخشوا المعبر رفح المصري. بنتكلم على كمان مئات غيرهم ما زالوا بيتوافدوا على العريش اما عن طريق الطيارات في المطار او حتى عن طريق التحالف الوطني وحياه كريمه وصندوق تحيا مصر والتبرعات الخاصه بالشعب المصري من كل محافظات مصر الحقيقه، ودي مستلزمات غذائيه ومستلزمات طبيه وكمان الحقيقه تبرع بالدم. يمكن امبارح كان التحالف الوطني في جميع محافظات مصر ومنها العريش شاهدناه هنا في ميدان الرفاعي، كان الحقيقه الحمله بسيارات الاسعاف اللي خرجت لي يعني جمع تبرعات الدم من المصريين هنا من اهالي شمال سيناء، وبالفعل تقدم الناس كان بيبتدوا من 8 الصبح لحد 8 بالليل، الحمله كانت مستمره لنقل التبرعات بالدم. كمان مخزن الهلال الاحمر المصري المتطوعين ما زالوا بيعملوا على مدار الساعه من اول يوم تقريبا وهم بيشتغلوا 24 ساعه يوميا، بنتكلم على اكثر من 6000 متطوع في الهلال الاحمر المصري الحقيقه شغالين من التحالف الوطني مستمرين في نقل المساعدات دي. كمان على الجانب الاخر الحقيقه انه يعني سيارات الاسعاف المتوقفه امام معبر رفح المصري ما زالت بتتوافد دايما بين المستشفيات للمعبر او حتى في النقطه الفاصله بين معبر رفح المصري والفلسطيني عشان تستقبل المصابين من الاشقاء في فلسطين. بنتكلم انه امبارح مثلا دخل 19 مصاب تم توزيعهم على المستشفيات المختلفه اللي حددتها وزاره الصحه، وما زالت سيارات الاسعاف المتبقيه لسه موجوده، وكمان مزدوج الجنسيه من خرجوا بالفعل امبارح جزء كبير منهم، بنتكلم على اكثر من 7000 من مزدوجي الجنسيه خرجوا خلال الايام الماضيه، بنتكلم على امبارح بس فقط خرج 1500 مصري من قطاع غزه الحقيقه قدروا ان هم يعودوا تاني لهنا لمصر خلال امبارح فقط. بنتكلم بشكل عام كمجمل بقى المساعدات احنا بنتكلم على اكتر من او ما يقرب من 2500 2300 وشويه تقريبا 2500 شاحنه دخلوا خلال لقطاع غزه خلال الفتره الماضيه من المساعدات المختلفه، ده طبعا عدد مهم لكن بالنسبه لاحتياجات قطاع غزه هو أقل من القليل، يعني ده أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية للأشقاء في فلسطين في قطاع غزة، وده برضو ما منعش الحقيقة من الدبلوماسية المصرية والمجهودات المصرية المستمرة لضغط عشان محاولة مد الهدنة أو حتى بشكل عام يعني إدخال المساعدات على قدر أكبر من المستطاع للوصول للأشقاء في فلسطين. النهاردة كمان يعني مطار العريش لسه ما زال بيستقبل الطائرات وإحنا بنتكلم دلوقتي في جسر جوي للكويت لسه ما زال مستمر، جسر جوي للسعودية بالإضافة للعراق بالإضافة للأردن بالإضافة المنظمات المختلفة اليونيسيف لسه ما زالت بتبعت المساعدات وبنستقبلها في مطار العريش الدولي. والآن أعود إليكم مرة ثانية.
نشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم بيبرس من العريش، نشكرك يا كريم. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وحدثنا عما يحدث في قطاع غزة مع دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم والعلاقات الدولية. مرة أخرى هرجع لحضرتك وبالحديث عن المساعدات التي ما زالت تصل إلى مطار العريش وأيضا التي تعبر عبر معبر رفح. بالنسبة للدور المصري حتى الآن، مصر الحقيقة لعبت دور قوي جدا وفعال منذ بداية هذه الأزمة تحديدا، ويمكن حتى الوساطة المصرية في هذه الهدنة التي لم يتم تمديدها مرة أخرى واستمرت فقط لسبع أيام. شايف حضرتك الدور المصري والوساطة المصرية لأي مدى كان ليها دور في هذا الصراع؟ يعني مصر لم تتوقف منذ هذه الهدنة صراحة أو هذه الأزمة أو بداية المعركة. مصر دورها تاريخي، وللأسف الشديد هناك الكثير من حتى من أبناء الشعب المصري يعني يجهلون التاريخ المصري في المسألة الفلسطينية. مصر حاربت مع مصر مع فلسطين وهي شريكة، وأنا دائما أقول شريكة، مصر شريكة في معركة التحرر الفلسطيني. مصر شاركت الشعب الفلسطيني في 48 وفي 56 وفي عام 67، ما زالت هي التي تدعم المقاومة الفلسطينية. كانت في عام 53 انتهت، يعني خلي بالكم في عام 48 انتهت القضية الفلسطينية، مؤسسات الحكومة الفلسطينية قضيت تماما ولم يصبح هناك كيان سياسي فلسطيني مطلقا، وأصبحت مسألة فلسطين هي مسألة لاجئين ومسألة إنسانية فقط. لكن مصر بعدما أدارت غزة في ذلك الوقت بعد الهدنة الموقعة، الهدنة الدائمة التي وقعت في رودس 1949 24 فبراير 1949، هذه الهدنة أسست لوجود مصر في غزة. مصر بدأت تطلق المقاومة الفلسطينية وتدعم المقاومة الشعبية الفلسطينية في عام 1953، يعني مجرد ما بدأت الدولة المصرية تقف على قدميها بعد الثورة المصرية التي تأسست فيها الجمهورية المصرية، فورا بدأ دعم القضية الفلسطينية وإعادة الروح القتالية للشعب الفلسطيني منذ عام 1953 في عهد العقيد، يعني العقيد مصطفى حافظ الذي بدأ الثورة في مصر، هو العقيد المصري. الجيش المصري كان في قلب غزة، هو الذي كان يبدأ العمليات ويقود العمليات الفدائية مع أشقائه من الفلسطينيين، وهو الذي يخطط ويهندس كل العمليات. وبالتالي استمرت حرب الاستنزاف والدعم المصري، هذا على المستوى الأمني والعسكري والفدائي والاستطلاعي. أيضا على المستوى السياسي، مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ إنشاء منظمة التحرير، وبالعكس هي منظمة التحرير أساسا جاءت بقرار وإرادة مصرية عربية فرضتها مصر على الدول العربية أن يكون للفلسطينيين كيان سياسي لهم حتى يبدأوا بالتحرك. صحيح. لأن المسألة الفلسطينية بدأت تذوب في الأروقة العربية، لكن مصر أرادت أن يكون كيان سياسي فلسطيني وأنشأت منظمة التحرير، ثم دعمت القضية الفلسطينية في بناء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتوقع أنا لسه قبل قليل كنت أقول لكم في توقيع اتفاقية أوسلو 1994 وقعت هنا في القاهرة، اتفاقية القاهرة، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وذهب الرئيس المصري السابق الأسبق محمد حسني مبارك، أخذ بيده أخيه الرئيس ياسر عرفات رحمهم الله، وأوصلوا إلى معبر رفح وذهب إلى فلسطين ياسر عرفات فاتحا في ذلك الوقت لاتفاقية أوسلو. لذلك أنا أعتقد يعني مصر كان دورها سياسي طيلة الفترات، لم تتأخر مطلقا عن الشعب الفلسطيني، أيضا لم تتأخر على مستوى الدعم في كل المجالات، خلينا نقولها بشكل صريح. أضف إلى ذلك الحالة الإنسانية التي يعني نشهدها منذ بداية هذه الأزمة، كما سألت حضرتك، يعني الدعم الإنساني هذا يعني ليس جديدا، نحن شاهدناه في عام 2017 2021 2020 22 2008 2011 إذا بتتذكر. هناك روابط تاريخية وجغرافية تربطنا طبعا بالشعب الفلسطيني. أضف إلى ذلك نقطة بسيطة، أن العلاقة يعني الشراكة بالدم والنسب. صحيح. والارتباط. صحيح. الجذري، شعب واحد بالضبط. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، بنشكرك يا فندم. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا.
نرحب بحضراتكم مرة ثانية. أيام قليلة تفصلنا عن فتح اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، واللي متوقع أنه يكون فيها مشاركة واسعة من الناخبين في عملية الاقتراع لتقديم صورة مشرفة عن الاستحقاق الدستوري والوقوف خلف الدولة في ظل التحديات الراهنة اللي بتشهدها المنطقة. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن الانتخابات الرئاسية، أهميتها في استقرار الدولة وأهمية خروج كمان المواطنين للمشاركة في التصويت، مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا. نورنا يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية خلاص احنا فاضل أيام معدودة، خلاص بكرة يبدأ الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمصر والرسائل كمان اللي بتبعث بيها للخارج اللي بتؤكد إن في استقرار سياسي في مصر كان نتيجة الاستقرار الأمني. هو الصمت الانتخابي بالفعل هيبدأ من الغد إن شاء الله اعتبارا من الساعة 12 مساء. لكن برضو أحب أوضح إن فلسفة الصمت الانتخابي قاصرة على عدم إجراء أي دعاية انتخابية، تتوقف الدعاية الانتخابية خلال الصمت الانتخابي أيا كان شكلها، هذا الصمت الانتخابي خلال أيام الانتخابات أيا كان شكلها كدعاية. يعني لنرفع صور مرشحين ولافتات مرشحين ولنقف على باب اللجان ندعو مرشحين، لكن الأمر الذي ينبغي أن يستمر وهو يتوافق مع القانون والدستور إن أنا من حقي الدعوة التوعية السياسية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات. يعني هذا أمر مسموح به وعلى مدى أيام الانتخابات وأيضا خلال الصمت الانتخابي، لأن التوعية الانتخابية بأهمية المشاركة لا تدخل ضمن الصمت الانتخابي. هذا أولا. أما فيما يتعلق بالإدلاء بالصوت الانتخابي، مرجعيتنا فيها هنا هي الدستور المصري العظيم الذي جعل الإدلاء بالصوت الانتخابي حق وواجب. هذا حق يدخل في إطار حق الممارسة السياسية لكل مواطن، ومن أسمى معاني الممارسة السياسية حق الانتخاب، وأعلى درجات الانتخابات هي الانتخابات الرئاسية، ومن ثم أنا كمواطن يجب أن أتمسك بحقي تماما في أن أذهب إلى صناديق الاقتراع. وأخص بالذكر أيضا ولي شرف المشاركة منذ أن بلغت سن 18 عاما وحتى الآن وأنا أحرص وكل من حولي على المشاركة، بل وأحفزهم على ذلك وندفع جميعا ببعضنا بعضا للمشاركة. فإذا هذا حق ينبغي أن أتمسك به، وبأناشد شبابنا بالذات اللي هم بلغوا سن 18 سنة قبل يوم فتح باب الترشح للانتخابات أن يحرصوا أيضا على التواجد. وأنا براهن على الشباب في ظل وعي شبابنا العظيم، ورحت الجامعات وشفت قد إيه شبابنا متحمس وقالوا هنشارك وحنروح وبتاع. قلت لهم لا، ليس دورك كشباب بصفة خاصة أو حتى أنا كمواطن إن أروح أدلي بصوتي بس، لا ده لازم أحفز كل من حولي وكل من إلى جواري وننزل سوا. الجزئية الأخرى أن الدستور قال أيضا أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات حق وواجب. ما معنى واجب؟ يعني ده واجب لابد أن أؤديه تجاه وطني. طب ولو ما أديتوش أبقى مقصر تجاه الوطن، وصعب قوي على أي مصري، لأن إحنا كمصريين نعشق تراب هذا الوطن كلنا بدون استثناء. شعب مصر العظيم شعب تغلب عليه الوطنية. أما وأننا الآن في ظروف صعبة وقاسية تمر بها المنطقة وتتهدد الجميع، لا أنا شفت في الحقيقة مشهد لا يمكن أن أنساه، شايف أن شعب مصر بالفعل في هذه الظروف القاسية في مرحلة اصطفاف وطني، كلنا جميعا على قلب رجل واحد نقول الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار هذا الوطن. يعني إحنا بنتفق، إحنا مجتمع ديمقراطي نتفق في قضايانا السياسية، نختلف في قضايانا الاجتماعية، نختلف في بعض الأمور السياسية، نختلف فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية، نختلف في تشريعات في أداء وزارة بيحصل طبعا مطلوب، لكننا فيما يتعلق بثوابتي ومحددات صحيح. الأمن القومي على قلب رجل واحد، الحفاظ على كل ذرة رمل، مش عايز أقول شبر، من أرض مصر، لا كلنا على استعداد تام لأن نفدي مصر بأرواحنا. وبالفعل من بيننا من خرجوا حينما ناداهم الوطن لأداء الواجب، ماذا فعلوا؟ خرجوا في 73 ودافعوا عن الوطن وتم استرداد الأرض، وسقط منهم شهداء عظام في أرض سيناء. لما جم دفعوا أعدائنا وأعداء الوطن وأعداء الحياة
بعناصر الإرهاب لزعزعة استقرار مصر خرج من بيننا من ناداهم الوطن لأداء الواجب واستشهدوا حتى نكون جميعا سالمين آمنين مطمئنين. أما وإننا كمواطن بلدي بتناديني أن أنزل الانتخابات عشان أدي واجب تجاه بلدي، لا أقف ساعة واثنين وثلاثة، وعلى فكرة ما بتاخدش دلوقتي ساعة واثنين، يعني العملية برضو ميسرة. لكن لو طلب إلي أن أنا هقعد، دي مصر يا جماعة، ده بلدي، أنا أقول وأنا بدلي بصوت الانتخابات أقول نعم لمصر، نعم لاستقرار مصر، بظهر بمظهري الحقيقي أمام العالم الذي يتجسد في أن أنا شعب لي ولاء وانتماء لهذا الوطن. بدون شك الانتخاب رئيس للبلاد شيء بالغ الأهمية، دور رئيس الجمهورية الذي ومهامه التي أناطها بها إليه دستور مصر العظيم، عليه مهام جسام، نقول ربنا معاك وربنا في عونك، انت رئيس شعب عظيم يتجاوز 105 مليون، له احتياجات كثيرة، له علاقات دولية كثيرة، له دور إقليمي ودور مؤثر كبير، إدارة هذه الملفات الساخنة الكبيرة من حولنا، مش أي حد بصراحة يستطيع أن يدير وطنا بحجم مصر. وبالتالي المواطن بعد ما استمع إلى البرامج، شفنا وسائل الإعلام على مسافة واحدة من المرشحين جميعا، قرأت برامج المرشحين جميعا سواء بأنفسهم أو من خلال رؤساء حملاتهم، اطلعت على آرائهم جميعا سواء في القنوات الفضائية المتعددة أو في الصحف المتعددة، ودرسنا وعرفنا. إذن سنحكم ضمائرنا، وأنا داخل أنتخب هشوف من الذي يستطيع أن يحافظ على أمن وسلامة واستقرار هذا الوطن، أن يحافظ على حدود هذا الوطن اللي ده خط أحمر في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة من حولنا والتي مهددة في أي وقت للمزيد من الانفجار زي ما بنتابع وحضراتكم لسه كنا طبعا بنسمع. إذا ده بيحتم أن يكون حد لديه القدرة أن يعبر بسفينة الوطن في هذه الأوقات بالغة الصعوبة إلى بر الأمان. المسألة لا تحتمل أي تقصير في حق الوطن. أنا بقول للي مش هينزل، لا يعني مكسوف أقول له أنت مقصر في حق مصر، أنت مقصر في حق أبنائك، أنت مقصر في حق نفسك، أنت مخالف للقانون. نعم مخالف للقانون، لأن القانون بينص على توقيع عقوبة. يبقى هل أقبل على نفسي، يعني حتى وأنا راكب عربيتي كده أعمل مخالفة مرور عمدا عشان أدفعها؟ شكلي وحش. فإذا من لن يذهب إلى صناديق الاقتراع هو أيضا مخالف للقانون، لأن ده واجب، ده شرف كبير إن أروح وأقول أنا أديت واجبي تجاه الوطن، أخش أفتخر كده وبخش بيتي بالحبر الفسفوري بقول أنا أدليت بصوتي في الانتخابات، أنا عامل حسابي 9 إلا ربع يوم الحد بإذن الله هكون قدام اللجنة القريبة من منزلي، هقف على باب اللجنة 9 إلا ربع وهتشرف إن هكون في مقدمة اللي نازلين يوم الحد. وشيء جميل جدا وأنا بقول لأصحابي كلهم وحبايبي بقول من هنا، لا كلنا ننزل في اليوم الأول، كلنا ننزل في اليوم الأول وندي فرصة لغيرنا اللي مش قادر ينزل في اليوم الأول ينزل في اليوم الثاني والثالث، لكن كل من لديه القدرة على أن يبادر في أنه ينزل يوم الحد فذاك أفضل، لكن اللي ظروفه ما سمحتش عشان كده فلسفة 3 أيام صحيح طبعا تحت أي سبب أو ظرف ينزل في الأيام التالية، لكن أن حد ما يروحش أنا بقول له يعني ما مرضها لكش. يعني خاصة زي ما حضرتك قلت فندم في هذا الوقت الدقيق، يعني مصر محتاجة كل صوت وكل مواطن مصري دلوقتي أنه يقوم بدوره وبواجبه. في نفس الوقت احنا يعني يمكن على مدار الفترة اللي فاتت كان في خلينا نقول مقدمات لا تغير في المشهد السياسي وإثراء الحياة السياسية، بنتابع الحوار الوطني، بنتابع أن في حديث دائر بين مختلف الآراء، وفي نفس الوقت في هذه الانتخابات تحديدا شايفين كمان الأحزاب السياسية نزلت وفي 4 مرشحين ببرامج مختلفة، مشهد مختلف بشكل صحيح كبير، حتى يمكن الاحترام المتبادل ما بين المرشحين، ويعني مشهد أعتقد أننا فعلا على مدار فترة كبيرة جدا ما كناش بنشوفه يا فندم. شايف أنه إزاي ممكن نبني على هذا المشهد وهذه النتائج والوضع اللي احنا فيه؟ طبعا الوضع الإيجابي أكيد. أولا المشهد اللي أنا شفته في الانتخابات الرئاسية مشهد محترم يليق باسم مصر ومكانة مصر
ودور مصر العظيم وتاريخ مصر المشرف وأبناء مصر الوطنيين المخلصين، ألاقي أربعة، ثلاثة طبعا منتمين إلى أحزاب سياسية ومرشح رئاسي آخر، لأن الدستور المصري العظيم ينص على أن من يصبح رئيسا للجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب، يعني لأن رئيس الجمهورية طبقا لأحكام دستور 2014 هو رئيس لكل المصريين ولا يكون منتميا لحزب ما من الأحزاب، لكن من حق المنتمين للأحزاب أن يترشحوا كما حدث، رأينا يعني ثلاثة من رؤساء الأحزاب. المرشحين الأربعة على قدر كبير من الاحترام، وزي حضرتك ما أشرتي من أكثر الأشياء التي أسعدتني هي الاحترام المتبادل بين حملات المرشحين الأربعة، كل منهم يختص من يتحدث عن نفسه، وإذا تحدث عن أي آخر يتحدث بكل أدب واحترام وتقدير وتوقير، وهذه هي مصر. رأينا في كثير من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها نشر لأكاذيب وتجريح وتضليل وحملات مضللة وكاذبة، لكن بالنسبة لنا في مصر لا تليق باسم مصر، إحنا شعب له حضارة وله تاريخ وله قيم، فمسار المعركة الانتخابية حاجة تشرف. الأمر الثاني هي عكست أيضا وجود نضج سياسي في الحياة السياسية والحزبية المصرية، أنا لقيت تفاعل كبير من الأحزاب، يعني لقيت إحنا عندنا أكثر من 100 حزب سياسي، لقيت مجموعة كبيرة أكثر من مجموعة راحوا قالوا لا إحنا عملنا اجتماع وإحنا سمينا نفسنا ائتلاف كذا أو تجمع كذا وإحنا بنؤيد المرشح الرئاسي فلان الفلاني، آخرون قالوا لا إحنا بنرشح فلان. طيب في حزب مثلا في مرشح رئاسي رئيس الحزب مترشح، خرج نائب رئيس الحزب يقول أنا أكن كل احترام وتقدير لرئيس حزبي، لكن أنا هنتخب المرشح الآخر فلان الفلاني لأسباب أنني أرى أنه الأقدر للأسباب الآتية 1 2 3 4 10، وأعلن هذا الأمر ورئيس الحزب لم يتخذ ضده موقفا. إذن هذه الأمور بتعكس وعي سياسي ونضج سياسي، أنا شايف تفاعل من الشارع السياسي. أنا قد إيه فخور وأنا بقول لحضراتكم عدد من الجامعات في المحافظات المختلفة دعوني متحدثا عن مسار المعركة الانتخابية، ووجدت شباب حسيت أن مستقبل مصر بخير، أنا مطمن على أولادي، أنا مطمن على أحفادي، لما بشوف الشباب اللي لديه هذا الوعي، الشباب اللي بيكمل روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الحبيب، وشفت مصر بتجري فيه مصر الدم من العروق، قلت مصر بخير ومستقبل مصر بخير. هؤلاء سنراهم جميعا في مقدمة الصفوف غدا. أما عن المرأة المصرية فحدث ولا حرج، أهالينا اللي في الريف سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي اللي احنا شفناهم في 30 يونيو في الشارع وفي الميادين، وشفناهم يتقدمون الصفوف بنسبة أعلى، ونسبة التصويت بصراحة بقول بصدق وبتشرف بهذا، بتجد معدل تصويت المرأة في مصر أكثر. ليه؟ لأنها داخل بيتها هي الأم الحنون لهذا البيت ولهذه الأسرة في المقام الأول، يعني ليها دور كبير جدا داخل البيت، أو زي أنا بسميها رئيس الوزراء داخل البيت، لأن ماسكة تعليم الولاد وماسكة التموين وماسكة الصحة والرعاية وكل هذه الأشياء، فبسميها رئيس وزارة. هي أيضا التي تحفز أبنائها على النزول وهي اللي بتاخد ولادها. يمكن في مشهد عظيم أنا شفته في المصريين في الخارج، وأتمنى برضو أن نشوفه إن شاء الله يوم الحد، إن أهالينا في الخارج طبعا الأطفال ما لهمش صوت، لكن شفت قد إيه كان شيء عظيم الأطفال رافعين علم مصر، آدي الكلام، آدي دول مستقبل مصر. صحيح، برضو وأنا توعية بتبدأ من هنا. أيوة بتبدأ من هنا، رايح شايف أبوه راح يؤدي حقه، أبوه راح يزاول حقه الانتخابي ويؤدي واجبه تجاه هذا الوطن العظيم، ابنه بيقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل الشكر لحضرتك، حضرتك شرفتنا ونورتنا يا فندم. الاستاذ علي حسن رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا، صباح الخير يا مصر.